بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من ملعب الأهلي. النهاردة الحقيقة زي ما حضراتكم شفتوا طوال النهار كان اجتماع لاتحاد كرة القدم، أو من خلال لجنة المسابقات طلعت قالت من خلال الفترة القادمة جدول الدوري زي ما هو ما فيهوش أي تغيير. ده ملخص الكلام اللي احنا بنتكلم فيه، وأن لجنة المسابقات قررت أن الفترة القادمة أو أن الدوري العام سينتهي بعد نهاية كأس الأمم الإفريقية زي ما كان مقرر لها خلال الفترة اللي فاتت. خليني بس أفكر حضراتكم بقرارات مجلس إدارة النادي الأهلي بعد اجتماعها الأخير أو بعد اجتماعه الأخير. نمرة 1، عدم استكمال مسابقة الدوري العام حال تأجيل أي من مباريات النادي إلى ما بعد بطولة الأمم الأفريقية، وحفظ حق النادي الأهلي المشروع في الحصول على فترة راحة كافية بين الموسم الحالي والقادم، بما يضمن راحة لاعبيه وقيام النادي بالتجهيزات الفنية والإدارية المناسبة للموسم الجديد، تفاديا لما تحمله الأهلي وحده دون غيره خلال السنوات الثلاثة الماضية ولاعبيه وجماهيره من تبعات كثيرة بسبب تلاحم المواسم. نمرة 2، عدم خوض بقية مباريات الدوري إلا بعد الانتهاء من إقامة كل المباريات المؤجلة لكل الفرق قبل انطلاق مباريات الأسبوع 34 للدوري، قياسا بما جرى مع النادي الأهلي بخصوص العامل الزمني عند أداء مباريات المؤجلة في السابق. نمرة 3، الرفض القاطع لإقامة مباريات الأسبوع الأخير للدوري إلا في وقت واحد بما يضمن العدالة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص. نمرة 4، عدم الممانعة في أداء مباريات المؤجلة من كأس مصر خلال الفترة القادمة. نمرة 5، مطالبة اتحاد كرة القدم بالإعلان عن جدول ثابت لجميع المباريات. زي ما حضراتكم عارفين دي كانت قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي اللي كانت منذ 4 أيام بعد موضوع أزمة المؤجلات وما حدث خلال الفترة الأخيرة، وبالتالي حتى هذه اللحظة الكل ملتزم في النادي الأهلي بالخمس قرارات اللي اتخذها مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه الأخير. ده الأساس اللي احنا دايما هنمشي عليه أو هنتكلم فيه لحين صدور قرارات أخرى أو في حين صدور بيان توضيحي لبيان اتحاد كرة القدم. هل ده هيحصل ولا مش هيحصل؟ خلال الأيام القادمة هيبان مع حضراتكم ماذا سيحدث من قبل النادي الأهلي، ولكن أنا قلت لحضراتكم الخمس قرارات اللي هي المفروض الأساس اللي هنمشي عليه خلال الفترة القادمة، وبالتالي هننتظر ونشوف ردة الفعل من جانب مجلس إدارة النادي الأهلي، وهل سيكون هناك ردة فعل ولا سيكتفي النادي الأهلي بهذه القرارات وخلاص. القرارات هي دي اللي هيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة، اللي هي الخمس قرارات اللي أنا قلتها لحضراتكم، ده اللي هنستناه بقى خلال الأيام القادمة. طيب، أيضا عايز أقول لحضراتكم قبل بس ما أتكلم في أي موضوع، الأهلي بينعي والد ناصر ماهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم. النهاردة الحقيقة وافته المنية والد لاعب نجم النادي الأهلي كابتن ناصر ماهر. كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والسادة أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي وقطاعات النادي الرياضية بينعون ببالغ الحزن والأسى والد الكابتن ناصر ماهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وألهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني طبعا ناصر ماهر واحد من اهم وافضل اللاعبين خلال الفتره الاخيره في النادي الاهلي، نتمنى له يا رب ان شاء الله ان هي تكون ضائقه وتعدي على خير ان شاء الله خلال الفتره القادمه. ده الموضوع الاول اللي كنت عايز بس اتكلم فيه مع حضراتكم انتظارا بقى لما سيحدث الايام القادمه من مجلس اداره النادي الاهلي بعدما النهارده اتقال من لجنه المسابقات أو قررت لجنة المسابقات أن الدوري هيتلعب بنفس الطريقة، أن نادي الزمالك قدامه مباراتين فقط قبل بطولة كأس الأمم الأفريقية وثلاث مباريات بعد كأس الأمم الأفريقية، والنادي الأهلي تم تأجيل مباراة النادي الأهلي والمقاولون العرب لما بعد برضو كأس الأمم الأفريقية، وبالتالي سننتظر ماذا سيحدث من مجلس إدارة النادي الأهلي خلال هذه الفترة. النهاردة برضو حصل حاجة غريبة جدا، وانا الحقيقه اتفرجت على مباراه الوداد والترجي عشان اعرف هو ايه ده. الاتحاد الافريقي يقرر ايقاف جهاد جريشه لمده 6 أشهر. قرر الاتحاد الافريقي لكره القدم تعليق الحكم جهاد جريشه لمده 6 أشهر بسبب ضعف الاداء بحسب وصفه الذي ظهر عليه خلال مباراه ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا التي جمعت بين الوداد المغربي والترجي التونسي. هو حد كده يفكرني الماتش ده كان يوم كام؟
كان يوم 21 اعتقد، كان من اربع خمس ايام. تخيلوا حضراتكم ان الاتحاد الافريقي اللي خلال النهائيات الاخيره سواء مع الوداد قبل كده او منذ قليل او منذ ايام قليله الحقيقه مع سان داونز هنا حتى في مصر من خلال الحكم الافريقي بكاري جسامه في مباراته الاخيره، تخيلوا حضراتكم ان الظلم اللي تعرض له النادي الاهلي خلال الفتره السابقه حتى هذه اللحظه لم يصدر اي شيء ضد اي حكم، والحكم الدولي جهاد جريشه اللي حكم مباراه الوداد والترجي تم ايقافه بعد خمس ايام او ست ايام فقط من نهايه مباراه الذهاب في دوري ابطال افريقيا. مش معايا حضراتكم ان الموضوع ده غريب شويه؟ مش معايا حضراتكم ان النفوذ المصريه او ان الحكام المصريين خلال الفتره الاخيره بيتعرضوا لاشياء كثيره جدا سواء جوه مصر او بره مصر، وان النادي الاهلي حضراتكم مش معايا ان النادي الاهلي النادي الوحيد اللي في مصر تقريبا يعني بيقف دائما خلف حكامه المصريين خلال الفتره الاخيره؟ واحنا هنا في ملعب الاهلي، هنا في ملعب الاهلي تحديدا اتكلمنا عن هذا الموضوع وقد ايه وقفنا مع الحكام وقد ايه كنا بنطالب فقط بالعداله التحكيميه. ولكن انا اللي شدني في هذا الموضوع ان ايقاف الكابتن جهاد جريشه لمده ست شهور يتم فيهم ايقاف الكابتن جهاد جريشه، وبعديها باربع خمس ايام بعد نهاية المباراة باربع خمس ايام، حاجة غريبة جدا الحقيقة، وبتخليني اقعد افكر كده هو في ايه؟ هو في حاجة. انا هنا بقى مش بتكلم عن النادي الاهلي، انا بتكلم عن مصر. هو مش كابتن جهاد جريشة ده حكم مصري ولا حكم من الهونولولو؟ حكم مصري، حكم مباراة الوداد والترجي. طيب الخطأ اللي وقع فيه حكم مباراة نادي الزمالك ونادي نهضة بركان الأخيرة ده خطأ إداري واضح جدا. طيب الخطأ ده هل سيتم عقاب الحكم ولا مش هيتم عقاب الحكم؟ المباراة عدى عليها يومين اهو، هل سيتم عقاب الحكم ولا مش هيتم عقاب الحكم؟ ما حد يعني حد يرد علينا ويقول لنا. اشمعنى كابتن جهاد جريش؟ اشمعنى الحكم المصري؟ هو الحكم المصري جوه مصر وبره مصر؟ حاجة غريبة جدا ان يتم ايقاف كابتن جهاد جريشة لمدة ست شهور، وبعدين ده طلع بيان من الاتحاد الافريقي بناء على احداث مباراة ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا والتي اقيمت في 25 مايو 2019 بين الوداد والترجي. قررت لجنة الحكام في الاتحاد الافريقي لكرة القدم تعليق السيد جهاد جريشة ستة اشهر بسبب ضعف الاداء. كده كابتن جهاد جريشة كان رايح يحكم في كاس العالم للشباب مع خلاص كحكم للفي ار، ولكن خلاص ما اعتقدش ان ده ممكن يحصل. ايضا الكابتن جهاد جريشه هل هيحكم في بطوله الامم الافريقيه ولا لا؟ بالطبع لا. فحاجه غريبه جدا، ايه السرعه في الاداء دي؟ وايه اللي حصل؟ ايه السرعه في الاداء دي وايه اللي حصل؟ خلال الفتره اللي فاتت النادي الاهلي تعرض لكم ظلم غير طبيعي من الحكام الافارقه. يعني ظلم واضح وبين الكل شايفه ومحدش اتكلم ولا حد قال حاجه. فاكرين الجون اللي جابه انرامو بايده ولا مش فاكرين؟ هو في ايه يا جماعه؟ هو الحكام المصريين سواء جوه مصر او بره مصر، جوه مصر بيتعرضوا لضغوط كبيره جدا 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 جدا، وبره مصر كمان اتوقف ست شهور بيتوقف. طب أين دور اتحاد كرة القدم في هذا الموضوع؟ أين دور المهندس هاني أبو ريدة في هذا الموضوع؟ المهندس هاني أبو ريدة ده واحد من القمم في الاتحاد الأفريقي والاتحاد الدولي. أين دوره في هذا الموضوع؟ حاجة غريبة جدا الحقيقة. لكنه موضوع، حاولوا يا جماعة تجيبوا لي كابتن سمير عثمان أعرف رأيه برضه في هذا الموضوع، الموضوع ده برضه بالنسبة لنا هو موضوع هام جدا أن يكون هناك حكم مصري بهذه الكفاءة خلال الفترة الأخيرة. طبعا عنده أخطاء وإحنا دايما بنقول هذا الكلام، ولكن يظل الكابتن جهاد جريشة واحد من أفضل الحكام في مصر وفي أفريقيا الحقيقة. أن يتعرض لهذا الظلم الواضح يعني حاجة غريبة جدا. يا محمود حاولوا تجيبوا لي كابتن سمير عثمان، حاولوا تتصلوا بيه كده نعرف برضو كواليس. هو كابتن عثمان كابتن سمير بيبقى عنده كواليس هذا الموضوع، إيه اللي حصل في إطار هذا الموضوع؟ الناس بتتكلم في إطار هذا الموضوع إزاي؟
حاجه غريبه جدا جدا. والحقيقه انا موضوع برضو عشان الناس اللي عماله تبعت لي على الفيسبوك، الناس لازم تفهم يا جماعه ان احنا هناك خمس قرارات لمجلس اداره النادي الاهلي. الخمس قرارات دي ما فيش اي حاجه حصلت بعد الخمس قرارات. اللي حصل بعد الخمس قرارات ان اتحاد كره القدم من خلال لجنه المسابقات اعلن ان الدوري او جدول الدوري كما هو، وانه تم تاجيل مباراه النادي الاهلي ونادي المقاولون العرب لما بعد نهايه كاس الامم الافريقيه. وبالتالي ده بالنسبه لموقف اتحاد كره القدم. موقف النادي الاهلي هو الخمس قرارات اللي موجوده او اللي حضراتكم عارفينهم، خمس قرارات اللي انا قلتهم لحضراتكم في بدايه كلامي في هذه الحلقه. هم دول القرارات اللي احنا، ده الاساس اللي احنا ماشيين عليه. وبالتالي احنا ما عندناش موضوع. الموضوع بالنسبه لنا هو ان عندنا خمس قرارات طلعت من مجلس الاداره، وبالتالي الخمس قرارات دي هينفذها مجلس الاداره لحين صدور قرارات اخرى او لحين حدوث شيء اخر. ايه اللي هيحصل؟ محدش عارف، محدش يعرف النهارده ايه اللي هيحصل. بالمناسبه النهارده كان النادي الاهلي عامل فطار جماعي كبير جدا جدا، وحضروا فوق ال 700 800 واحد. الحقيقه النهارده 700 800 شخصيه من الشخصيات المميزة والجميلة جدا في عالم الرياضة في مصر. حضر كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، كل أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي كانوا موجودين، الأستاذ العمري فاروق نائب الرئيس، الأستاذ خالد الدرندري أمين الصندوق وعضو مجلس الإدارة، الأستاذ خالد مرتجي وزير خارجية النادي الأهلي وعضو مجلس إدارة النادي الأهلي في هذا المجلس، الأستاذ إبراهيم الكفراوي، كل المجموعة الحقيقة كانت موجودة، كل أعضاء مجلس الإدارة كانوا متواجدين النهاردة في هذا الفطار الجماعي اللي عمله النادي الأهلي. أيضا كان الوزير الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة كان موجود، وأيضا كان موجود المستشار أحمد الزند طبعا واحد من أبرز الأهلاوية اللي موجودين في عالم القضاء والمستشارين الأجلاء اللي بالنسبة لنا موجودين، كان النهاردة موجود وحضر شخصيات كبيرة جدا وكثيرة جدا النهاردة في النادي الأهلي. إن دلت تدل على أن النادي الأهلي هو دائما بيجمع الناس، الناس كلها كانت موجودة الحقيقة النهاردة. كابتن أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، مين تاني كان موجود؟ الأستاذ محمد كامل رئيس شركة بريزنتيشن، كل الناس كانت موجودة النهاردة. الأستاذ دكتور محمد العدل كان موجود النهاردة رئيس قناة النادي الأهلي، كل أعضاء أو كل العاملين في قناة النادي الأهلي كانوا موجودين، وكل المذيعين كانوا موجودين تقريبا، كل العاملين في النادي الأهلي كانوا متواجدين، كل الصحفيين ورؤساء الأقسام الرياضية في كل المجلات وفي كل الجرائد المصرية والمواقع المصرية كانوا موجودين النهاردة في هذه الحفلة الكبيرة جدا لحفلة إفطار عملها النادي الأهلي النهاردة. كثير من الإعلاميين الحقيقة اللي كانوا موجودين، الإعلامي وائل الإبراشي، الإعلامي تامر أمين، كثير من الإعلاميين اللي كانوا متواجدين النهاردة في الحفلة كلهم كانوا موجودين، وكلهم كانوا إبراهيم الأستاذ إبراهيم فايق، كابتن إبراهيم فايق كان موجود النهاردة، مجموعة كبيرة جدا من الإعلاميين، كريم خطاب، هاني حتحوت، شفت ناس كتيرة جدا النهاردة كانوا متواجدين. النادي الأهلي النهاردة جمع الوسط الرياضي كله في الصالة المغطاة اللي كان اللي في النادي الأهلي، وكان إفطار جماعي وكان كل الناس موجودة الحقيقة، وكان حاجة كده قيمة. وكابتن محمود الخطيب استقبل الجميع من على باب الصالة قبل أذان صلاة المغرب وقبل الإفطار، وكان حاجة جميلة جدا وحاجة رائعة. الأستاذ شريف فؤاد المتحدث الإعلامي باسم النادي الأهلي هو اللي قدم النهاردة كلمة الكابتن محمود الخطيب، ومن بعدها كانت كلمة الوزير دكتور أشرف صبحي وكلمة المستشار أحمد الزند، كل واحد فيهم قال كلمة ورحب بالضيوف ورحب باللي موجودين. الحقيقة كان النهاردة يوم عائلي جميل جدا، عائلة النادي الأهلي كلها أو العائلة الرياضية بالكامل كانت النهاردة موجودة داخل النادي الأهلي وداخل عائلة النادي الأهلي. كان يوم جميل جدا. نتمنى الحقيقة أن الوسط الرياضي تسود هذه المحبة اللي أنا شفتها النهاردة، تسود اللي بيحصل النهاردة ده أو اللي حصل النهاردة في النادي الأهلي ده شيء رائع وشيء جيد جدا. النهاردة أيضا المدير التنفيذي العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي كان متواجد الحقيقة، وكان موجود من الساعة 10 الصبح بيشرف على كل الأمور الخاصة بفطار الجماعي النهاردة اللي كان موجود، وكان فطار رائع الحقيقة وانتهى بنجاح كبير وبنجاح باهر. بعدها كابتن محمود الخطيب
راح يصلي العشاء وبعد كده راح اعتقد ان هم هيقعدوا مع بعض كمجلس اداره قاعده وديه بقى قاعده رسميه، مش عارف هيبان خلال الايام القادمه او خلال الساعات القادمه هل في شيء حصل او في شيء ما حصلش، ده هيبان خلال الفتره القادمه. لم يتحدث احد على قرارات لجنة المسابقات. الحقيقة كلنا كنا قاعدين بنتكلم في نادي الأهلي وماذا سيفعل النادي الأهلي خلال الفترة القادمة. عموما كان فطار جماعي رائع جدا جدا جدا، كان كل الناس اللي الواحد ما شافهاش بقاله فترات طويلة جدا جدا كانوا موجودين النهاردة في هذا الاجتماع أو في هذا الإفطار الجماعي اللي كان عامله النادي الأهلي، مجلس إدارة النادي الأهلي، كل أعضاء مجلس إدارة النادي كانوا موجودين، أعضاء الجمعية العمومية كانوا أيضا متواجدين في النادي. حاجة جميلة جدا وحاجة مشرفة، يعني حابب أن أنا أقول على هذا الفطار لأنه كان مجمع الواحد وهو قاعد كده عمال يفكر يقول طب هو الوسط الرياضي طالما بهذا الرقي وبهذا الجمال إيه اللي بيحصل؟ هو في إيه؟ هو في إيه؟ خدوا بال حضراتكم ودي حاجة مهمة جدا أنا عايز أتكلم فيها معاكم. عندما نتعامل احنا هنا في النادي الاهلي او كل التعامل ما بيننا وما بين اي حد تربى يعني في النادي الاهلي، عندما تتعامل مع الاخرين لا تتعامل بقلة الادب ولا تتعامل الا بالاحترام ولا نتعامل الا بالحسنى. وخدوا بال حضراتكم دي مش مثالية، هذه ليست مثالية، لان انا خليني في الكلام او في الموضع اللي انا فيه دلوقتي من خلال قناة النادي الاهلي سأدافع عن النادي الأهلي حتى الرمق الأخير، ولكن مش بالصوت العالي، مش بقلة الأدب، مش بالشتيمة، مش هنعمل كده أبدا أبدا أبدا. عمرنا في النادي الأهلي عمرنا ما بنوصل لكده ولا هنوصل لكده، ومحدش هيزقنا لهذا الاتجاه، محدش هيزقنا لهذا الاتجاه، لأن النادي الأهلي مبادئه معروفة منذ 1907 وحتى الآن، وده اللي الواحد اتربى عليه. يعني انا ابويا وامي علموني كويس الحمد لله، واللي اتعلمته داخل النادي الاهلي الحقيقه حاجات كلها تدعو للفخر، تدعو للفخر، الاحترام، احترام الغير، دايما دايما هنبقى اقوياء في ردنا ولكن باحترام، عمرنا ما هنقل في ادابنا، عمرنا ما هنقل في ادابنا، عمرنا ما هنقول كلمه كده ولا كلمه كده عشان حد بيتكلم على النادي الاهلي. لا، النادي الاهلي اللي يتكلم، يعني النهارده في كلمه المستشار احمد الزند قال لي يا جماعه اللي يتكلم عن النادي الاهلي يتكلم، لان النادي الاهلي ده في حته تانية، النادي الاهلي ده في مكان تاني، هذه هي الحقيقه. هنفضل دايما محترمين نفسنا قبل اي حد، عمرنا ما حسن، عمري انا شخصيا كمان داخل القناه عمري ما هنساق ان انا اطلع اروح اقول ارد على ده اشتم اقول ان هو شتمني فانا اطلع اشتمه، والكلام اللي بيحصل اللي حضراتكم بتشوفوه من تراشق انا عمري ما هعمل كده، لكن سادافع عن النادي الاهلي بمنتهى الجديه وبمنتهى القوه بمنتهى الحماس وبمنتهى كل شيء ولكن باحترام. هو ده اللي انا اتعلمته، هو ده اللي انا طول حياتي ماشي بيه وهفضل ماشي بيه. حتى النهارده اللي كانوا مختلفين مع النادي الاهلي بشكل محترم، بشكل محترم، بالمناسبه من الممكن جدا ان يكون هناك واحد اهلاوي ولكن مختلف مع بعض الامور داخل النادي الاهلي، لكن هو حبه للنادي الاهلي واحترامه حتى لو ما كانش اهلاوي بالمناسبه، واحترامه للنادي الاهلي هو اللي يجبره ان هو يتعامل باحترام وبيرد بأدب وبأخلاق وبكده. لكن احنا عمرنا ما هننساق الى ان احنا نشتم فلان او نتكلم على فلان بطريقة مش كويسة او نعمل كذا او نعمل كذا، عمرنا. نادي الاهلي، قناة النادي الاهلي كده، برنامج ملعب الاهلي كده، هو ده اللي انا اتعلمته طول حياتي، ما فيش حد بيقولهولي بالمناسبة، يعني مفيش حد بيجي يقول لي يا اسلام لا، لكن هي دي هو ده المبدا اللي احنا ماشيين عليه، هي دي الطريقه اللي احنا بنمشي بيها، هو ده الاسلوب اللي احنا اتعلمناه داخل النادي الاهلي. عشان كده تلاقوا دايما الهدوء بيسود النادي الاهلي مهما كانت الزوبعه كبيره جدا، ولكن دايما بتلاقوا الهدوء هو اللي بيسود النادي الاهلي، واي قرار بيطلع هو بالمناسبه هو قرار مؤسسي، يعني ايه؟ بناء على لجان كتيره جدا بتروح لمجلس الاداره، مجلس الاداره بيقعد 4 5 ساعات يقول القرار اللي هم شايفينه من وجهه نظرهم يقف مع مصلحه النادي الاهلي.
لكن نطلع نشتم؟ مش هنعمل كده. نطلع نقل في ادبنا؟ مش هنعمل كده. عمرنا ما هنعمل كده. هذا هو النادي الاهلي، هي دي مبادئ النادي الاهلي، هو ده احترام النادي الاهلي. عمري انا شخصيا عمري ما هنساق مهما اتقال، عمري ما هنساق خلف هذه الامور. الناس اللي بتطلع تتكلم وبتبقى يعني فرحانه جدا جدا باي بطوله ياخدها، من حقهم ان هم يفرحوا، من حقهم ان هم يتبسطوا، ولكن انا واحد من الناس زملت مثلا كابتن سيد عبد الحفيظ. سيد عبد الحفيظ بالنسبه لي اخ وصديق وعشره منذ ايام طويله جدا جدا، منذ ايام منتخب تحت 14 سنه مع الكابتن سيد الطباخ، ايام قديمه جدا جدا. فانا عارف سيد عبد الحفيظ، كابتن سيد عبد الحفيظ، عارف قد ايه ان هو شخص محترم، شخص بيعرف يجيب حقه وحق نادي كويس جدا جدا جدا. ها، وسيد عبد الحفيظ من الناس المحترمه، من الناس اللي تاريخها كبير قوي قوي في النادي الاهلي. اي حد يا جماعه بيخش النادي الاهلي تاريخه اكبر من انديه، تاريخه اكبر من انديه بحالها موجوده في مصر. انديه خدت 10 12 13 دوري، ها، سيد عبد الحفيظ تاريخه اكبر من هذه الانديه. سيد عبد الحفيظ شخصيه محترمه. سيد عبد الحفيظ لما بيطلع يتكلم ما بيغلطش، ما بيكونش غير رد فعل لناس بتغلط، وعمره ما بيغلط او بيحاول ان هو ما يغلطش. اذا كان هناك خطا في بعض الامور ده شيء طبيعي بيتقال يعني في الكلام، لكن اللي عايز اقوله لحضراتكم ان في ناس لمجرد ان هي مبسوطه وفرحانه تطلع تقول اي كلام، او من وجهه نظرها قد يكون الكلام اللي هم بيقولوه. كل واحد بيقول الكلام من وجهه نظره، ولكن زي ما بقول لحضراتكم دائما انا واحد من الناس عمري في حياتي ما هنساق لمثل هذه الامور. عمري ما هطلع اقول محمود سعيد رئيس التحرير مثلا اللي معانا هنا، هقول على محمود، يعني مش هتكلم على حد تاني عشان ما يفتكروش الكلام، لكن انا هتكلم على محمود سعيد. محمود سعيد يطلع يقول اصل اسلام الشاطر ده فيه العبر، اسلام الشاطر ده وحش، واسلام الشاطر ده كذا وده كذا وده كذا وده كذا. عارفين انا ممكن اعمل ايه؟ انا ممكن اتجاهله تماما، ممكن اتجاهله تماما وما اردش عليه، او ارد عليه بالاحترام وبالادب وبالاخلاق، لان هذه هي مبادئ النادي الاهلي، هذا هو اسلوب النادي الاهلي، هذه هي الطريقه اللي دايما بيتعامل بها النادي الاهلي مع الكل وفي كل الامور. خدوا بالكم هناك عمل مؤسسي في كل الامور، وليس في القناه او لا، الامور كلها. النادي الاهلي ده منظومه كبيره جدا، وبالمناسبه احنا اللي بنتكلم فيه ده مش مثاليه، اي حد مننا ما بيتكلمش بمثاليه، لان كلنا عندنا اخطاء، محدش ما عندوش اخطاء، كلنا عندنا اخطاء، ولكن انا بتكلم على المين او الشيء العام، الشيء الاساسي. الشيء الاساسي داخل النادي الاهلي هو الاحترام والادب والاخلاق والتكلم بمنتهى القوه، او الدفاع عن النادي الاهلي بمنتهى القوه ولكن بمنتهى الاحترام في نفس الوقت. هي دي الطريقه اللي احنا بنمشي عليها، يعني هو ده الاسلوب اللي احنا دايما بنمشي بيه، وهو ده الاسلوب اللي هنفضل بيه. محدش ابدا، محدش ابدا هيجرنا لاسلوب قله الادب واسلوب الكلام الخارج واسلوب التهديد واسلوب الوعي، والكلام ده مش بتاع النادي الاهلي. النادي الاهلي دائما ما ينتظر المخاطبات الرسميه علشان يرد على اتحاد الكوره مثلا في مثل هذه الامور. كان معايا الاستاذ محمود صبري من كام يوم وقال النادي الاهلي، مجلس اداره النادي الاهلي من وجهه نظره اتاخر شويه في هذه القرارات، ولكن انا رديت عليه قلت له ما هو احنا لما بنقول القرارات بيقول لك هو انتوا جالكم حاجه رسمي؟ فبنستنى الرسمي عشان نرد بقرارات اخرى كمجلس اداره، عشان ما حدش يطلع يقول لنا هو انتوا جالكم حاجه رسمي عشان تطلعوا تردوا وتقولوا الكلام ده زي ما حصل قبل كده. فهذا هو النهج اللي احنا هنمشي عليه، هذا هو وهذه هي الطريقة اللي احنا هنمشي عليها خلال الفترة القادمة. عمرنا ما هننساق لأي حد، عمرنا ما هنمشي ورا كلام أي حد. اللي عايز يفرح يفرح، اللي عايز يتبسط يتبسط، من حق كل واحد خد بطولة ان هو يتبسط، لأن البطولات قليلة بالنسبة للناس التانية، البطولات قليلة
بالنسبه لكل الانديه الاخرى البطولات قليله، لكن بالنسبه للنادي الاهلي البطولات دي كتير قوي، بنفرح وبنتبسط وكل حاجه، ولكن برضه بحساب، برضه بحساب. فعشان كده احنا لا ندعي المثاليه بالمناسبه، كلنا عندنا اخطاء، انا ساعات ببقى متنرفز، ساعات ببقى عصبي، ساعات بقول كلام ما ينفعش ان هو يتقال، مش على الشاشه لكن بره الشاشه، وعلى الشاشه ساعات برضه بنخطئ، لكن عمرنا ما وصلنا للمراحل او للاسلوب المتدني لناس كتيره جدا، لاننا عمرنا ما هنوصل لكده، لاننا ما اتعلمناش حتى هذا الاسلوب او طريقه او الطريقه اللي نتكلم بيها بهذا الاسلوب. مره تانية احنا ما بندعيش مثاليه وما بندعيش اي حاجه، كلنا اخطاء وكلنا ذنوب وكلنا كل حاجه من 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 اول شعر راسنا لغايه رجلينا، ولكن هي دي المبادئ اللي احنا عايشين فيها داخل النادي الاهلي، هو ده الاسلوب اللي احنا بنتكلم بيه بينا حتى وبين بعض في النادي الاهلي. اي حد افتكروا كده على مر العصور السابقه وعلى مر الايام السابقه وعلى مر الاجيال الكتيره جدا اللي شرفت بوجودها داخل النادي الاهلي خلال الفتره اللي فاتت. اي لعيب، وافتكروا معايا والامثله كثيره جدا لكن مش هقولها. اي لعيب بيطلع بره هذا الخط اللي احنا بنتكلم فيه الاحترام والادب والاخلاق، اي حد بيطلع بره هذا الخط اللي الجمهور نفسه بيلفظه حتى لو مش بعدها على طول، لو قعد يوم اتنين تلاتة، اسبوع اتنين تلاتة، عمره ما بيبقى من النجوم اللي بيتذكرها كل الجمهور. وبالمناسبة ممكن يبقى لعب ماتش او ماتشين، واحد لعب ماتش او ماتشين ولكن اخلاقه ومبادئه موجودة داخل النادي الاهلي او تتواكب مع مبادئ واخلاق النادي الاهلي، تلاقي الناس كلها عارفاه وحافظاه وشايفاه وعارفة هو اسمه ايه ولعب كم ماتش وعمل كم جون وجاب كم جون، وواحد تاني عمل خد قد كده بطولات ولكنه خرج عن المألوف في النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي نفسه، جمهور النادي الاهلي نفسه بيلفظ مثل هذه الشخصيات، والامثله كثيره جدا وانتم عارفينها اكتر مني. فعشان كده انا بقول لحضراتكم دايما احنا هنفضل ماشيين في هذه بهذه الطريقه وبهذا النهج، لان احنا ده النادي الاهلي، هي دي مبادئ النادي الاهلي، هو ده اسلوب النادي الاهلي، هي دي طريقه النادي الاهلي. ونتمنى يا رب، نتمنى، خدوا بالكم النادي الاهلي مش مؤسسه رياضيه كبيره جدا ومن او اهم مؤسسه رياضيه في مصر وفي العالم العربي والعالم الافريقي، ولكن النادي الاهلي دوره مش رياضي فقط، دوره ايضا ازاي نعلم الجميع، الجميع اللي ما عندوش اي تعليم لازم يتعلم من النادي الاهلي ايه اللي بيحصل والطرق اللي احنا بنمشي بيها والاسلوب اللي احنا بنمشي بيه، مش اللي انا بمشي بيه، اللي النادي الاهلي بيمشي بيه. افتكروا اللقطات دي، انا هجيب لكم لقطه كده، يعني لقطه على عكس لقطه تانية مثلا مش هقدر اجيبها، يعني اللقطه دي مثلا عماد متعب كابتن فريق النادي الاهلي، كابتن حسام غالي كابتن فريق النادي الاهلي، تخيلوا بيتخانقوا مع بعض، مش بيتخانقوا يعني، لكن بيزقوا بعض عشان يشوفوا، بيقول له تعالى انت اللي شيل الكاس، مش حد بيخطف منه الكاس يعني في لقطات كده يا جماعه هنفضل نتذكرها مدى الحياة، مش عشان الكاس لا، ولكن عشان الاحترام والأدب والأخلاق. هو ده النادي الأهلي بمنتهى البساطة، بمنتهى البساطة اللقطة دي تمثل النادي الأهلي، اللقطة اللي أمام حضراتكم وجود الكابتن عماد متعب والكابتن حسام غالي، مهما كان هناك، اذا كان يعني هناك خلافات، كان في كذا في كذا في كذا، كابتن عماد اعتزل، الكابتن حسام اعتزل، اشتغل شويه ومشي وكذا، لكن في النهايه يظل اسم النادي الاهلي فوق الجميع. هذه اللقطه تمثل النادي الاهلي في كل شيء، في كل شيء. عشان كده انا بقول لحضراتكم عمرنا ما هنطلع بره الخط اللي يعني هو خط احنا ماشيين عليه وهنفضل ماشيين عليه، عمرنا ما هننساق الى الامور الاخرى، هنفضل ماشيين ندافع عن نادينا، نحترم الاخرين، كل الناس بنحترمهم وفوق دماغنا ما عندناش اي مشكله مع حد، ولكن سنظل ندافع عن النادي الاهلي ونقف
خلف النادي الأهلي من وجهة نظرنا بهذه الطريقة اللي احنا اتعلمناها داخل النادي الأهلي. طيب النهاردة عندنا كلام مهم جدا مع اتنين من النجوم الكبار، واحد نجم صحفي كبير الأستاذ شريف عبد القادر هيكون مشرفنا النهاردة لأول مرة الحقيقة معنا أو معايا الحقيقة في ملعب الأهلي. أستاذ شريف عبد القادر أحد الرموز الإعلامية الكبيرة جدا اللي موجودة في مصر وفي جريدة الشروق، نتمنى يا رب أن احنا نبقى مع حضراتكم. أيضا هيكون معايا نجم آخر من نجوم الجيل الذهبي في النادي الأهلي وكلها أجيال ذهبية الحقيقة خلال الفترة اللي فاتت في النادي الأهلي، النجم الكبير كابتن أسامة حسني. هنتكلم عن أهم الأمور خلال اللي حصلت خلال الفترة اللي فاتت وماذا سيحدث خلال الفترة القادمة. هنطلع فاصل وبعد الفاصل أستاذنا الأستاذ شريف عبد القادر وأيضا النجم أسامة حسني. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفي في الجزء الثاني من هذه الحلقه، واحد من نقادنا الرياضيين الكبار الاستاذ شريف عبد القادر. ازيك يا استاذنا، وحشنا ومشرفنا وجودك معانا النهارده لاول مره معايا على الاقل في ملعب الاهلي. خليك ربنا يخليك، وحشنا جدا وشرف لي ان حضرتك معانا اكتر، وسعيد بوجودي معاك مع الكابتن اسامه، وان شاء الله تبقى حلقه جيده يعني لمشاهدي قناه الاهلي ان شاء الله. كل سنه طيبين. ربنا يخليكم حضرتك. طيب ايضا النجم الكبير كابتن اسامه حسني. ازيك يا سيف؟ ازيك يا كابتن اسامه؟ مبارك ايه، كله تمام؟ طيب، وطبعا سعيد ان انا موجود مع الاستاذ شريف النهارده. سعداء جدا بوجود الصحافه والرياضه، يعني الصحافه الرياضيه والفنيات الرياضيه. وبالتالي خليني ابدا بموضوع مهم جدا، طبعا الناس كلها مهتمه بما يحدث واللي حصل، ولكن كابتن جهاد جريشه عمل مباراه قد يكون اخطا فيها، ما اعرفش، هي وجهات نظر بيني وبينكم برضه للي اتفرج على المباراه، ممكن ناس تشوف ان هو اخطا وناس تشوف ان هو لا ما يقدر يخطئ، ولكن العقوبه بعد النهارده المباراه كانت يوم 25 او 24 25 الجمعه اللي فاتت، الجمعه اللي فاتت النهارده الثلاث يعني سبت حد اثنين العقوبه الثلاث بعدها باربع ايام، حضرتك شايف ايه يا استاذ شريف في هذا الموضوع؟ بدايه طبعا عقب المباراه، طبعا المباراه كان فيها جدل تحكيمي، ولكن عقب المباراة لما يطلع الكابتن نبيل معلول وهو المدير الفني الأسبق للمنتخب التونسي ولنادي الترجي والتونسي الأصل والكلام ده كله، ويقول إن نجم المباراة هو الحكم جهاد جريشة، يعني نجم المباراة هو جهاد جريشة بقراراته اللي هي ليس فيها أي حسابات لصالح الوداد أو الترجي، رغم إن فيه ثلاث لعيبة من الترجي مهمين جدا مش هيلعبوا الماتش الإياب، يعني خدوا انذار تاني مش هيلعبوا ماتش الاياب. ولما الحكم نفسه يجي له على التليفون تهنئه من كل اعضاء لجنه الحكام في الكاف على الاداء، ويبقى تقديره في المباراه 9.2/10، وبعدين يفاجئ ان هو اتوقف واتوقف في فتره زمنيه قليله جدا. لا احنا ضعاف، فتره زمنيه كبيره، احنا ضعاف، احنا ضعاف بمعنى ايه؟ احنا كمسؤولين عن الكره المصريه او اتحاد كوره او ضعاف مقارنه بقوه شمال افريقيا وتحديدا تونس والمغرب، لا احنا ضعاف. وتعالى نرجع كده بقى بالتاريخ بقى من اول ايد انرامو، من اول او من قبلي العرجون في القاهره نجم الساحلي، 3-1 تفهمني. تعالى بقى نرجع بقى كل الكلام ده مرورا بقى بمهدي عبيد السنه اللي فاتت، الوداد السنه اللي قبليها بكاري جسامه، السنه دي بكاري جسامه في الاياب ايام صن داونز. مش عايز اتكلم في الاهلي بس، لا الانديه المصريه عانت من التحكيم، كل الانديه المصريه اللي بتشارك في بطولات افريقيا سواء الكونفدراليه او دوري الابطال لا بتعاني من اخطاء تحكيميه قاتله ومؤثره في نتائج مباريات، مؤثره في مشوار فرق وانديه مصريه. ويمكن الاكثر ظهورا هو النادي الاهلي على اساس بيشارك دايما في دوري الابطال، بيوصل لادوار نهائيه باستمرار، الاكثر تتويجا، كل الكلام ده وهو ده الباين اكثر، والاخطاء اللي بتحصل بتبقى مؤثره بشكل كبير جدا في نتيجه مباراه. قد يكون احنا ما كناش هنقدر نتجاوز صن داونز بالخماسيه، ولكن انت ليك هدف ملغي وليك ضربه جزاء وليك
تحكيم مشافها في الفي ار. بعدين بقى الحكام بقى بيفهموها يقول لك ايه، هو بيحزم الماتش اللي هي اللغه اللي ماشيه دلوقتي. سمير عثمان كان معانا هنا حزم المباراه. إيه؟ عارف قال لي ايه؟ قال لي معلم. ايوه ما تحسش بيه معلم، ما تحسش تخرج من الماتش. لا ما هو فيش اي حد، مفيش حاجه مؤثره. لكن هو ممكن يخرجك بره شعورك، يحسب لك اللي في ارضك وما حسبلكش اللي في ارض المنافس، يحزم لك حاجه، تبقى رايح بهجمه يصفر مثلا ما ادكش ادفانتج. كل الحاجات دي لا تبين ان احنا ضعاف. ده ضعاف كده انت بتجاملهم يا استاذ شريف؟ والله ضعاف جدا، ضعاف جدا مقارنه بالمغرب وتونس. والدليل على كده ان ممكن الحكم بتاع نهائي ده الكونفدراليه توقف، سام بلاك سام بقى اللي هو الاثيوبي ده توقف برضه بعد اللي حصل في البركان. اخطا في خطا اداري. لا خطا اداري مالوش علاقه بحاجه، انا بتكلم على الحكم نفسه. فانت عندك لا انت ضعيف جدا، وواضح ان انت ارتباطك بالاتحاد الافريقي ارتباط مصالح فقط، مش ارتباط اتحاد قوي ودافع على الانديه بتاعته ودافع على الحكم رقم واحد في بلدك. ده مش ممكن واحد حكام النخبه، يعني حكم في بولندا بحكم كاس عالم الشباب وانت هنا بتوقفه. الاتحاد الافريقي بيوقفوا على اخطاء. اولا انا سالت اكثر من حد، مش هيحكم اولا الكره الهدف الاولاني اللي هي لمسه اليد دي، قال لك ده تعليمات يعني في القانون، اي لمسه داخل المنطقه للمهاجم ويجي بعديها هدف او يستفيد منها المهاجم، اي لمسه ايدك ثابته ايدك رايحه ايدك مش عارف ايه كل هذا الجديد مش جديد، ده قبل 1/6 يعني. الجماعه في المغرب الصحافه المغربيه قالت لك لا دي تعديلات 1/6، لا دي تعديلات قديمه وعارفها الكابتن عصام عبد الفتاح وعارفها واحد. لا انا اعتقد ان ده من التعديلات الجديده. لا ده بالنسبه للمدافعين. بالنسبه للمدافعين صح. المهاجمين مهاجم نفسه ده تعديل قديم، يعني ده قرار قديم. ولسه سائل انا قبل الحلقه لما تيجي في ايدك وتستفيد منها وانت ايدك كده حتى مش متحرك، لا بيحصل ان انت بتتحسب على طول لمسه يد. نفس الشيء هو حسب وحسبها لمسه يد ورجع للفار وحسبها لمسه يد حسب القانون. بقول لك حضرتك واخد 9.2 تقديره في الماتش. وكل الحكام لجنه الحكام في الاتحاد الافريقي بعت له تهنئه على الاداء، والناس بعد الاستوديو في الاستوديو التحليلي واحدهم تونسي ماشي اذا كان الكابتن نبيل او حتى هيثم فاروق اللي كان موجود في الاستوديو قالوا ان لا لا الحكم كان اداؤه جيد جدا وما عملش اعتبار لا ترجي بقوته ولا الوداد بقوته وجماهيريته وفي ملعبه. ففي احنا لا احنا ضعاف في الدفاع، يعني اما يحصل ان جمهور الاهلي يخرج عن النصر في مباراه وبعديها ب 48 ساعه منع من الحضور بدون تحقيق ولا اي حاجه، ده وكاميرات في اللقطه دي. وبعد كده يعني تعرف تقرير الحكم لم يذكر كمان وقعه جماهير النادي الاهلي، لان تقرير المراقب المصري المراقب المصري اللي هو عضو مجلس اداره اتحاد الكوره اللي ودى الكلام ده لعضو لجنه الانضباط في الكاف، هو اللي ودى الكلام دوت ماشي. يعني بيساعده على اذيتك. انت فاهمني حضرتك؟ فلا في مشكله كبيره، في مشكله كبيره اتحاد الكوره المصري، وده باين جدا في مسابقات الاتحاد. ضعف والهذلان اللي احنا شايفينه في اداره مسابقات المحليه سواء دوري ولا كاس ولا انت شايف القصه ما هنرجع نتكلم في القصه دي، ولكن انا هو جوندا لا ده خلي بالك دي ظهرت الحقيقه بعدها بسنوات. اعتقد ان جوندا يعني معروف والناس كلها عارفه. طيب الاتحاد الدولي لكره القدم فيفا قرر ايقاف الحكم الذي احتسب هدف من لمسه يد صريحه للاعب الترجي مايكل انرامو ضد الاهلي في نصف نهائي دوري الابطال افريقيا 2010 مدى الحياه اللي هو جوزيف لما تعرفين ده امتى؟ امتى؟ ده بعدها ممكن ب 8 9 سنين 7 احنا شفنا الخبر في 2017 بعدها بسبع سنين مش بثلاث ايام. ثلاث ايام هو ماذا يحدث يا جماعه؟ هو ظبط في واقعه ثانيه، سيبك بقى واقعه ثانيه. ايوه طبعا عشان كده اتوقف فجيب منه جابوا بقى القديمه القديم كله بقى. لكن انت كجهات جريشه اين دور الاتحاد المصري؟ اين دور لجنه الحكام يا اسامه؟ بص يا كابتن اسلام تخيل ان ما فيش صحيح على رايك على راي الاستاذ شريف، مفيش بيان طلع لغايه دلوقتي يساند الحكم رقم واحد عندك في مصر. يعني الاستاذ شريف الراجل يعني كتر الف خيره جمل الصوره فقال لك احنا اتحاد ضعيف. لا انت لو انت عايز بقى تصغها في مكانها الطبيعي ده افشل اتحاد كره تولى اداره الكره في مصر بقياده الكابتن هاني ابو ريد. اول حاجه الكابتن هاني ما بيتابعش الامور في داخل اتحاد الكوره. امال مين اللي بيتابع امور اتحاد الكوره؟ كلها الشخصين داخل الاتحاد هم اللي بيديروا اتحاد الكوره بدون ذكر اسماء الشخصين وهم معروفين هم اللي بيديروا كل حاجه. تاني حاجه اللقطه حتى الوحيده اللي كانت حلوه في الكوره المصريه اللي استناها الشعب المصري سنين اكتر من 25 سنه لقطه كاس العالم ووجود مصر في روسيا، شوف سوء التنظيم، شوف مدى الانتقادات،
شوف شكل منتخب مصر في العرس الكروي العالمي، شوف ظهرنا بالشكل ازاي، وكان مسؤول عنه مين؟ اتحاد الكوره بقياده كابتن هاني ابو ريده. انا بقول الكابتن هاني ابو ريده ليه؟ ان الكابتن هاني ابو ريده توسمت الناس فيه بصراحه بشكل كبير جدا. النهارده لما يكون عندك راجل عضو في المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي بيدير العالم وخبرات كبيره في الاتحاد الافريقي، ده عضو عضو التنفيذي بعد حمل التطهير عضو في المكتب التنفيذي في الاتحاد الدولي، وتيجي انت تشوف عندك جدول المسابقه في الكره المصريه يقول لك حرس الحدود او الجونه مع الزمالك، ده والله والله يعني حاجه كده. الحرس اللي هيلعب ولا الجونه؟ حرس لسه بكره حرس هنشوف صاحب بكره. طيب فالنهارده الكلمه للاستاذ شريف يعني ده كده بيجامل اتحاد الكوره، لا ده افشل اتحاد كوره. تاني حاجه وانتوا بتتكلموا عن التحكيم والتحكيم المصري، الحكم المصري لو كان ليه كرامه في بلده كان يبقى ليه كرامه في الاتحاد الافريقي. بمعنى؟ بمعنى النهارده الحيطه المايله في المسابقه هو الحكم المصري. النهارده شوف من بدايه الموضوع اسناد المباريات كلها التحكيم اجنبي، اذا مفيش ثقه في الحكم الاجنبي. الحكم النادي المصري. الحكم المصري. النادي الاهلي لما اسند برغم انه اتظلم واتظلم في مباريات مؤثره، الوحيد اللي اسند مبارياته الحكام مصريين هو كان عنده ثقه في التحكيم المصري وكان بيساند التحكيم المصري، مش معنى ان هو بيجامله، لا ارجع كده في الدوري وشوف مباريات الانتاج الحربي والكوارث اللي حصلت، لكن النادي الاهلي من دوره من دور المسؤوليه كان واقف جنب الحكام المصريين. ممكن اشكك في قدرات الحكم المصري لكن ما اقدرش اشكك في ذمته طبعا، لا. عكس حكام تانية على الرغم ان لا على الرغم ان في ناس بتطلع تشكك في ذمه التحكيم وفي كذا. فالنهارده اذا الاتحاد الكوره ما قدرش يقف جنب حكامه على مدار الموسم، شتيمه من رؤساء من بعض رؤساء الانديه للتحكيم ورئيس لجنه الحكام، ما قدرش كمان الاتحاد المصري بقياده هاني ابو ريده يحمي لجنه الحكام عنده، فالنهارده ده من سبب فشل الاتحاد المصري. النهارده بقى عندك قضيه وكان هو اللي صدرها للاتحاد المصري للنادي الاهلي، مباراه بيراميدز دوري ولا كاس، مين اخترق المشكله؟ كنت حاطط جدول وكنت ماشي عليه ومضغوط، ورغم ان النادي الاهلي زي ما بيتقال النادي الاهلي كان بيتاجل له علشان افريقيا، بس لكن جيت في وقت خلاص انت ضغطت، انا معايا الجدول، لعبت يوم 2 ولعبت يوم 5 ولعبت يوم 8 ولعبت يوم 12، يعني بتتكلم في 11 يوم ولا في 10 ايام لعب 4 مباريات. النهارده مش قادر تنهي الدوري في 10 ايام في 5 ماتشات، عمال تاجل. الحاجه الثانيه اللي بقى عندك مشكله كبيره في الكره المصريه النهارده والدنيا قايمه وما عادتش وبيحدد مصير الكره في مصر، هل مش من الاولى الكابتن هاني ابو ريده، وخلي بالك انا اقصد الكابتن هاني ابو ريده ان هو المسؤول، هو رئيس الاتحاد الكره المصري، خلي بال حضرتك، وهو والناس تاني هقولها كابتن اسلام كان عندها ثقه كبيره في الكابتن هاني ابو ريده ان حال الكره في مصر اتعدل، نظرا ان هو خبرات وليه علاقات وليه علاقات كبيره مع الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي. فلما النهارده تيجي تشوف المباريات تتاجل بالشكل ده، النهارده ده المباريات اللي متاجله اتاجلت تاني، يعني انا اجلت مباراه يا استاذ شريف، ايوه والله انا اجلت، انا بتكلم كلام مش انا بتكلم كلام حصل، كلام مش مثلا احنا جايبينه من لا ده كلام حصل، يعني انت اجلت لنادي الزمالك مباراه الانتاج الحربي وبعدين رجعت اجلت مباراه الانتاج الحربي للزمالك مره ثانيه اللي انت اجلتها مره اولى من 24 ساعه. طب ده كلام طب لا انا بس عايز اخد لو لم يحدث هذا الموضوع كل زماننا خلاص، عايز اكمل الموضوع ده بقى. النهارده لما يبقى عندك اتحاد كوره وعندك موضوع على السطح كده وراي عام، هل مش من الاولى ان رئيس اتحاد الكوره يدعو الجمعيه الاتحاد الكوره اعضاء مجلس الاداره لاجتماع طارئ لتحديد مسار الكوره المصريه، ولا سيب الدنيا على المشاع كده ولا اعمل لجنه من 4-5 حلوا انتوا الموضوع؟ النهارده كان من ضمن البيان اللي طلعه اتحاد الكوره في اخر البيان قال لك دراسه مقترح استكمال المسابقه بدون الدوليين، ده كان من ضمن المقترحات يا شريف، ده اللي كان امبارح، اذا كان في ذلك تحقيقا لرغبه انهاء المسابقه قبل انطلاق البطوله الافريقيه بعد موافقه الانديه المعنيه. مين المقصود بيها الانديه المعنيه؟ هل الانديه اللي لعبتها في منتخب مصر الست انديه دي الانديه المعنيه، ولا هل الانديه اللي بتنافس على الاهلي والزمالك؟ هل انت عملت استفتاء ولا طلعت قلت واجهت للناس انا خاطبت الانديه في انديه وافقت ولا فيش انديه وافقت؟ انت ما خاطبتش حد، انت عمال تصدر بيانات يعني بدون اجتماعات، سايب الحاج عامر لايص يعني مره سموحه ومره لا الحاج عامر ما هيعمل ايه؟ معلش ده مغلوب على امر يعني. اصل انا يا اسامه برضو ومهم جدا ان احنا نتكلم في كل هذه المواضيع، لكن اصل هو الحاج عامر هيعمل ايه؟
مع احترامي يعني معلش، هو دلوقتي لو قالوا له لا احنا هنخلص بعد ال، ما هو الحاج عامر المفروض بيعمل تصور بيعرضه على اتحاد الكوره، اتحاد الكوره هو اللي بيدافع عن التصور بتاعه. زي ما خلي بالك احنا السنه دي عشنا الكلمه اللي احنا قلناها من اول الموسم من شهر 8، السنه دي موسم استثنائي، السنه دي كل فتره على الاهلي بس، السنه دي موسم استثنائي على الاهلي بس، هنقول على الكره المصريه. لا احنا بقالنا 9 سنين في الموسم، لو احنا السنه يا شريف لو احنا اجلنا ماتشات تاني بعد كاس الامم الافريقيه هندخل في موسم استثنائي. هي نفس الدايره نفس الدايره اللي احنا شغالين فيها، موسم استثنائي. طب هيتم قيد اللاعبين امتى؟ هتريح اللعيبه امتى؟ عايز تغير اجهزه فنيه، عايز تدعم بلعيبه ثانيه، امتى تدخل على الفرقه بتاعتك؟ فانت النهارده برضه هتدخل بنفس الشكل موسم استثنائي. خلي بالك لو انت بصيت على الكره في تونس او في المغرب هتلاقي هي المسيطره على الكره في افريقيا، سواء في دوري ابطال افريقيا او في الكونفدراليه. عارف السبب ايه؟ ان عندهم اتحاد كوره، الزمالك مصر برضه اتحاد كوره، اتحاد كوره. لا نتكلم على الكونفدراليه الزمالك السنه دي بس، نتكلم على الاربع خمس سنين. وخلي بالك اللي وصل النهائي مع الطرف الثاني، شوف تونس النجم الساحلي او الترجي او الوداد، هتلاقي عندهم تنظيم جيد للبطولات المحليه، بتدي راحه للعيبه، تقدر تعمل تدعيماتك، تقدر تشتغل بشكل جيد انك تنجح الانديه والكره عندك. لكن للاسف احنا هنا طول، بص يا كابتن معلش يعني من الاخر بقى يعني خلينا واضح اوضح يعني، طول ما الصوت العالي وهو اللي بيخوف، وطول ما اتحاد الكره اضعف من الانديه، وطول ما هناك من ترتبط مصالحهم داخل اتحاد الكره بمن خارج اتحاد الكره من رؤساء انديه او الى اخره، او اعضاء في الجمعيه العموميه لاتحاد الكره، هيفضل الوضع زي ما هو عليه ده. انت مرتبط، وللاسف الشديد يعني فيهم من على راسه بطحه، ماشي، بيشتغل بره مش عارف ايه، ليه مصالح، القصص دي كلها، هيفضل الوضع هو كده. احنا بقالنا من 2011 او 2012 واحنا في هذا الموسم الاستثنائي، مره نعمل الجدول مضغوط، مره نعمل مجموعتين، مره مش عارف نلغي الهبوط، مره نلغي النتائج، مره ناس تنسحب وترجع. بص فاحنا هنفضل في الدايره دي طالما ان كل حاجه على الكيف، يعني تعلي صوتك وتسب وتقذف وتبقى صليت اللسان وبتاع والكلام ده، تاخد اللي انت عايزه خلاص، وتاجل لك وتعمل لك كل الكلام ده كله. لكن طول ما انت اضعف من الانديه اقوى منك، فهيفضل الوضع زي ما هو، هتفضل المسابقات زي ما هي كده. وفي حد في الدنيا يعني في تاريخ العالم كله ماشي مسابقه ما تعرفش اولها من اخرها، ما تعرفش ادوارها فين، ما تعرفش الاجنده الدوليه معروفه للمنتخب، اجنده للانديه معروفه، يعني انت المفروض ترتب جدولك الداخلي على هذا والناس تلتزم بيه. طالما انت بقى انت بيرجعك في الكلام ده في البيان بتاع امبارح ده، بيقول لك ان احنا اتفقنا كلنا اول السنه ان ده موسم استثنائي، وان احنا في الدور الثاني خلينا القائمه 30 وعملنا الاستبدال والقصص دي كلها. ايوه ماشي، انت عملت كل حاجه واتفقت مع الناس كلها، بس الناس ما التزمتش بالجدول اللي انت حاطه. كل واحد لا انا مش عايز الماتش ده العبه، لا انا مش عايز الماتش ده، اصل انا مسافر، اصل انا في مهمه قوميه، اصل انا بلعب باسم مصر، ماشي. كل الكلام ده كله وصلنا للحاله السيئه. انا عايز اسال سؤال، هو دلوقتي لو كان الجدول ده الاخير ده، الجدول الاخير ده اللي هو اتوزع من حوالي اسبوع ده، اللي فيه ماتشين للزمالك اللي هو الانتاج الحربي الخميس، ويوم 3 حرس حدود او الجون، لو كنا احنا عملنا الجدول ده يخلص يوم 6، كان الزمالك لعب 30 و2 و6 او 3 و6 ماشي، كنا خلصنا الثلاث مباريات دول، كنا خلصنا الثلاث مباريات، وفضل بقى ايه الاهلي مع المقاولين بعد البطوله، والزمالك مع الاسماعيلي بعد البطوله، بعدين ماتشهم مع بعض. كان هيتفضل ماتشين يعني اسبوعين ماشي بثلاث مباريات، كان هنخلص من القصه دي كلها. لكن لان اللي بيحط الجدول بيصدر ازمه مش عارف يحلها دلوقتي، وقع نفسه فيها، بعيدا عن قرار الاهلي بان هو مش هيلعب اي ماتش او مش هيستكمل البطوله في حال دوامها بعد كاس الامم، لان فعلا والكلام ده مش الاهلي بس، كل الانديه اللي ليها لعيبه في المنتخب ولا هتغير اجهزه فنيه ولا هتستبدل ولا هتبيع ولا هتعمل، لازم على شهر 7 تبقى جاهز، تبقى عارف قائمتك مين، تبقى عارف مديرك الفني مين، تبقى عارف معسكر اعدادك امتى، الكلام ده فتره الراحه اللي خدها اللعيبه امتى، الكلام ده. لكن ما ينفعش انا اجي العب بطوله افريقيا واسيب اللعيبه شهر ونص، بعدين ارجعهم يلعبوا ماتشين دوري، بعدين اديهم راحه تاني عشان الدوري اللي بعد. طب لا أي وعمليه القيد يا شيخ، قيد في افريقيا كمان، عندك 19 لو انت على شكل اتحاد الكوره، واحد 8 القرعه،
ما لا على شكل اتحاد الكوره انت بتخلص الماتشات اللي هم عايزين يعملوها دي على 19/7 انت المفروض القيد الافريقي عندك يبدا على 31/8 القرعه 1/8 1/6 اذا النهارده انا اشتغلت بمجموعه طب اللعيبه دي همشيها امتى؟ اللعيبه دي اللي هتمشي من عندي هتروح عندي امتى؟ هسجل لعيبه جديده امتى؟ هدخلها في الفرقه للموسم الجديد امتى؟ ما انت النهارده يعني اكيد النهارده الاتحاد المغربي والاتحاد التونسي اكيد يعني برضو ناس يعني مش بتفهم واحنا اللي بنفهم لا اكيد برضو ناس بتفهم حصها على الانديه حصها على المسابقه عندها عشان تنجح عندها الانديه لا الشغل اللي هم شغالين في اتحاد الكوره ده لا بس عايز اقول لك حاجه برضو علشان شغل بمزاج وشغل عشوائي وشغل يخدم اشخاص مش يخدم طيب الكره المصريه ولكن خليني بس اقول لحضرتك ان هناك امور كثيره جدا جدا تتحكم في كل هذه الامور بمعنى ايه بمعنى ان انت عندك معلش يعني مع احترامي برضو خلينا نتكلم بواقعيه علشان برضو ما نبقاش ايه بنوكيل الاتهامات وخلاص بمعنى ايه بمعنى ان الاتحاد في تونس او في المغرب في تونس او في المغرب الاتحادات هناك عندها الملاعب كلها موجوده والملاعب مفتوحه والجمهور اصبح موجود وكل حاجه اصبحت جيده والامور ماشيه بشكل جيد اتحاد كره القدم الحالي برضه بيتعرض لامور وظروف صعبه جدا 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 بتخليه يخش في امور بقى من الجانبيه اللي احنا مش عايزينها احنا كنادي اهلي مش عايزينها بمعنى ايه يا استاذ شريف بمعنى انا كل اللي انا بطلبه ان انت اجلت مباريات لانديه اخرى وبالتالي العب المباريات اللي انت اجلتها على فكره احنا ما حدش قال حاجه لو كنت لعبت المباراتين اللي تأجلوا وتأجلوا تاني دول من الأول كان زمانك دلوقتي بتلعب فاضلك ثلاث مباريات وزي ما حضرتك قلت بالترتيب ده كنا خلصنا من الدوري اللي ياخد الدوري بالمناسبة ياخد الدوري واللي يتغلب غلب ولكن في النهاية أنا هخليك تتكلم في الموضوع ده أسامة لأنه موضوع مهم جدا ولكن خلينا هنطلع بس فاصل الأول وبعدين نرجع نكمل في اطار هذا الموضوع لانه موضوع مهم جدا يا استاذ شريف خلينا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل نرجع نكمل اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين الحقيقه خلينا برضو نتناقش يا استاذ شريف يا كابتن اسامه في بيان اتحاد كره القدم وانا الحقيقه وانا بقرا البيان استغربت فيه كذا نقطه ممكن نتكلم فيها ولكن اهمها الحقيقه اخر فقره في البيان الاول يعني على ذلك وفقد استعرض مجلس اداره الاتحاد المصري في اجتماعه اليوم التصور الجديد الذي قدمته لجنه المسابقات في ضوء اخر المستجدات واخضاعه لمزيد من الدراسه الجزء اللي جاي ده هو المهم بالنسبه لي اخضاعه لمزيد من الدراسه والتواصل مع جميع الاطراف من اجل التوصل الى ما يحفظ مصالح كل الانديه والمسابقه والمنتخب الوطني بما فيها دراسه مقترح استكمال المسابقه بدور الدوليين وهكذا. طيب. الدراسه والتواصل مع جميع الاطراف. هو النادي الاهلي مش طرف اصيل في هذا الموضوع ولا مش طرف؟ خلينا واحده واحده. طرف. طرف ولا مش طرف؟ طرف طبعا. طيب. هل في حد تشاور في اطار المصالح العامه وكذا وكذا مع النادي الاهلي ولا لا؟ انا معلوماتي ان مفيش حد تشاور مع النادي الاهلي ولا حد كلم النادي الاهلي حتى هذه اللحظه بس هو في بيان طلع ما هو ايوه ما هو في بيان طلع من نادي الزمالك بعد الحكايه دي لا انا مش دعوه بنادي الزمالك انا بتكلم على بيان والكلام ده كله بتكلم على بيان اتحاد الكوره ما اعرفش لا ما شفتش لا ما انت عندك النهارده تواصل مع جميع الاطراف جميع الاطراف يبقى مقصود بها جميع الانديه المصريه بالظبط اللي يخصهم الامر الانديه اللي بتنافس على البطوله والانديه اللي بتنافس على الهبوط مظبوط هم دول المعنيين بالامور هل تم التواصل مع حد انا من ناحيه النادي الاهلي باكد لحضرتك اللي بقولك عليه النهارده يا كابتن اسلام البيان بتاع النهارده بعد ما انت اعلنت بيان وتمسك الجهاز الفني بلعيبه المنتخب واحنا مع القرار ده ممكن لعيبه المنتخب تبقى مع اجيري مفيش مشكله لكن النهارده عشان تنهي المسابقه ما انت حطيت حل استكمال المسابقه بدون الدوليين هل استشرت الانديه طب انت لو انت استشرت الانديه وفي انديه وافقت وانديه رفضت لازم تطلع النهارده قبل بيان النهارده ده تقول تخاطب الراي العام والله احنا بعتنا للانديه في انديه وافقت في انديه ما وافقتش لا لعيبه دوليين ما النهارده ما لازم توضح بس. للراي العام اكتر يعني والانديه المتضرره اكتر اهلي وزمالك أربعة وأربعة ماشي غير لا غير المحترفين غير المحترفين بقى والمغاربه والقصه دي ماشي فهو الانديه المتضرره اكتر هي الاهلي والزمالك الزمالك طلع بيان ان هو رفض الكلام ده كله اللي بقى بدون الدوليين وانه استكمل قبل البطوله والكلام ده كله. الاهلي واضح ان محدش على كلامك مفيش حد تشاور معاهم او حد بعت لهم اصل لو حد تشاور معاهم او انتوا رايكم ايه او الكلام ده كله او انتوا مرحبين بالقصه دي فواضح ان مفيش تشاور لا ده هو ناس قرت البيان ردت
طرف والطرف الثاني ما جالوش حاجه، ما جالوش حاجه رسميه عشان يرد عليها، او محدش بالظبط كده. هو ده هو ده ماشي. بس تعالى بقى يعني يعني الحاجه الغريبه بقى، في انديه امبارح شطبت وروحوا اللعيبه وخلاص وخدوا اجازات، وفي انديه هتقعد لغايه 30/8 في الدوري ده، 30/7 ولا 30/7 انت فاهمني؟ يعني في انديه امبارح روحت مصري مش عارف مقصه، خلصوا خلاص خلص خلص وروح لعيب روح. دول هيعملوا السنه الجايه موسم عالمي ماشي يعني خلاص. يعني في بتاع حوالي 6-7 انديه لعبوا دور خلص، وانديه ثانيه هتخلص يوم الخميس، وانديه هتقعد لغايه 30/7. طب اي منطق يعني، اي منطق نادي يريح لعيبته ويريح جهازه الفني طيب، ويعمل فتره اعداد حلو جدا الكلام ده، ويبيع والكلام ده مهم جدا، ونادي تاني لسه هيقعد لغايه 30/7 حلو جدا، ما اعرفش اخره من اوله. حلو جدا اسامه، هاخدك في السكه دي. انديه هتستنى لغايه 30/7، وانديه انتهت من الدوري الممتاز. طيب هو يبقى انا هاخد دايما وجهه النظر الاخرى، يعني هعتبر نفسي انا الحاج عامر حسين مثلا يعني. هو هيقول لك ايه يا جماعه، الانديه كلها عارفه من زمان وخدنا موافقات ان احنا هنلعب بهذا الشكل وهنخلص بعد نهايه الدوري العام. مفيش حاجه اسمها ان الانديه عارفه. طب يبقى النهارده ايه دور الاتحاد الكره ولجنه المسابقات ايه؟ لازم انا بلزم الانديه بقرارات تحدد شكل الكره المصريه وتخدم الكره المصريه. انا العمليه ما بديرهاش انا هعرض عليكم انتوا وافقتوا او ما وافقتوش. لا خلاص، يبقى اي حد يجي بقى يحط المسابقات. مفيش حد التزم اصلا، مفيش حد التزم بال، ما هو ده النقطه عليه. ما هي دي النقطه الثانيه يا استاذ التزم خالص. يعني هي دي النقطه الثانيه، الاتحاد كره التزم، خلي بالك التزم. خلي بالك يا شريف النهارده كله على الهوا. النادي الاهلي لو هي العمليه السنه الجايه يعني متوقفه على بطوله الدوري بس، عادي النادي الاهلي ممكن يلحم الموسم، هيبقى عنده فترات توقف كتيره، يقدر يشتغل، يقدر يريح اللعيبه، هيبقى عنده بين المباراه والمباراه وقت كافي من الراحه. لكن انت تشتغل عشان بطوله افريقيا، ما انت عندك بطوله افريقيا دي الاهم بالنسبه للنادي الاهلي، الغايبه بقى لها سنين عن النادي الاهلي. فانت بتنظم السنه دي البيت من جوه، او بتنظم ماتشاتك وبتستعد ليها. هو من الاستعداد ده، انت النهارده لو لحمت الموسم هتخلص الموسم بتاعك على 19/7، هتبدا في خلال 10 ايام لازم تحط القائمه الافريقيه الجديده اللي هتشتغل بيها في افريقيا. طب النهارده العناصر الجديده اللي هتدخلها للفريق هتنضم امتى للفريق؟ طب اللعيبه اللي انت مشيتها هتتعاقد امتى مع انديه عشان تقدر تروح؟ لو انت عايز تغير الجهاز الفني، لو في مشكله انا بحط لك احتمالات انت عندك لعيبه هتمشي. طيب معلش خلينا نقول خبر برضو ممكن نستفيد منه. النادي الاهلي بيحدد موقفه من مباريات الدوري والكاس في جلسه طارئه يوم السبت القادم، يعقد مجلس اداره النادي الاهلي جلسه يوم السبت المقبل برئاسه الكابتن محمود الخطيب استكمالا لاجتماعه الطارئ الذي جرى يوم الجمعه الماضي، وذلك لدراسه موقف النادي من كافه جوانبه بشان المواعيد التي يقترحها اتحاد كره القدم بين الحين والاخر للمباريات المتبقيه من مسابقتي الدوري والكاس، ويستعرض المجلس الموقف كاملا لاتخاذ القرارات التي تحفظ حق النادي. يعني هو بيدي مساحه للناس في المسؤولين على الكوره في مصر. برافو عليك. ان هو انا بهنيك يا استاذ شريف. والله صح، حاول توصل لحل. هو دلوقتي بيعمل ايه النادي الاهلي؟ يديك مساحه عشان يديك مساحه عشان تشوف انت عايز تعمل ايه، انت عايز تعمل ايه وتيجي تتشاور معايا. ده الكلام اللي احنا كنا بنتكلم من وجهه نظرنا احنا، انا ما اعرفش الجدول فلان او فلان يعني نعم. يعني اي صعب، ممكن يكون زي استاذ شريف بيقول انك انت الايام اللي فاتت كل يوم ببيان وكل يوم بقرار وكل يوم بحاجه، مفيش قرار. فانت لا مفيش قرار، يعني قرار افتراضي ولا يعني. قرار افتراضي بص حضرتك دي كلها بالونات اختبار، بيرمي لك بالونه ويشوف رد فعلك ايه، ايجابي هيمشي فيها، سلبي بيرجع بظهره. فما فيش قرارات خالص. وهل في يعني مسابقه؟ هات لي ورقه، هات لي كلمه. اصبحت بالمليارات دلوقتي تضر بهذا الشكل. يا فندم هو عشان لما كنت انا بنتقد في مسابقه الكوره دلوقتي، في مسابقه اخر لازم ليهم رؤيه. لا لا في مسابقه اخر اسبوعين فيها. ايوه طبعا، ماتش ما بتلعبش وقت واحد وقت واحد. بس هو بالمناسبه يا جماعه احنا دلوقتي في موقف، او النادي الاهلي في موقف، احنا شايفين ان هناك انتقادات يجب ان تواجه اتحاد كره القدم، ولكن مش معنى كده ان احنا في عداوه مع اتحاد كره القدم اطلاقا، ولكن في مواقف اخرى بالمناسبه. ما بننتقد قرارات، قرارات ما بننتقدش اشخاص، ما بننتقدش اشخاص، لكن هي في النهايه انت بتنتقد القرارات التي خرجت من اتحاد كره القدم خلال الفتره السابقه ادت لهذا الوضع. ولكن الاتحاد ده له كل الاحترام وكل لا طبعا، لا كلهم اصدقائنا طبعا بالظبط، وكلهم اصدقائنا وكلهم اخواتنا يعني. انا عايز اقول لك بس بص يا كابتن، في مشكله معلش يا استاذ كابتن،
حضرتك دلوقتي انا كنادي اي نادي من اللي هيفضل مطشته مبارياته لغايه 30/7 اللي جاي ده، المفروض ان في لعيبه هتمشي هيستغنى عنه طبعا، وهيجيب لعيبه جداد وهيقيدهم. القيد امتى؟ يعني محدش قال لنا القيد امتى؟ هل القيد هيبقى بعد الدوري ما يخلص؟ طب اللعيبه اللي انا جبتها واللعيبه اللي انا مشيت هتعمل ايه؟ يعني بتعرف ان في انديه مثلا بيمثل 16 ويجيب 16. لا سيبك من كده خالص، انت عندك دلوقتي عقد مع مدير فني او مع لعيب اعاره، انت جايب مثلا الاتحاد، خلينا في الاتحاد الجونه، لا الجونه اللي عنده 5 من الاهلي بس يعني يعتبر خلاص انت فاهمني، انا اقدر عايز فرقه، اي فرقه المفروض اللعيب بتاعه ده هيرجع، مش قصدي اي اكس من الفرق عنده اعاره من النادي زد. خلينا في الانديه اللي عندها مشكله في الهبوط، حرس الحدود وبتروجيت والاتحاد والجونه. تمام، الجونه ضمن خلاص، الجونه مره خلاص، الجونه بقى امبارح. لا خلاص ضمن امبارح 38 ضمن التعادل، ضمن البقاء خلاص. ضمن. وبالتالي انت دلوقتي عامل عقد مع واحد من اللاعبين المعارين، هينتهي تنتهي اعارته مثلا يا اسامه، مثلا يا استاذ شريف في يوم 1/6 مثلا، 1/6. طيب هو انت هتلعب 25/7 مثلا، طب هتعمل ايه الشهر ونص ده؟ هتعمل ايه؟ هتخلي بقى رئيس نادي اكس ده يتصل برئيس نادي زد يقول له من فضلك خليش معايا الشهر ونص دول وبعد كده بقى ارجعه لك؟ ده بص في مشكله. طيب لو انت جايب، لا لو جايب لعيب اجنبي هوضح نقطه الكلام لحضرتك، هضيف ليه يعني. انت عندك عمار حمدي ده لعب مع الاهلي الدور الاول، ماشي، يعني كان موجود في قائمه الاهلي، ما لعبش مباريات بس كان موجود في قائمه الاهلي. في الدور الثاني لعب مع الاتحاد ضد الاهلي، حلو، ممكن يلعب مع الاهلي ضد الاتحاد في الكاس. لو الاهلي كسب بيراميدز هيلاقي الاتحاد، عشان الكاس ما خلصش. طب عشان الكاس ما خلصش، انت لاعب راح وجه 3 مرات بالناديين، ما هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. انت ازمه فعلا، هو ده أزمة. اللي احنا بنتكلم. لا في انديه يا كابتن بيمشي 16 في السيزون ويجيب 16، اللي هي الشغلانه بتاعت كل موسم، ماشي 16 لعيب ويجيب 16 غيرهم، وفي بقى اللعيبه الدواره اللي هي بتلف على الانديه دي كل سنه. بص شريف، فدي ازمه. في شهر 2 كان النادي الاهلي، عشان كان زي ما بيقولوا النادي الاهلي ريح عشان افريقيا اللي خرج فيها امام الترجي، ففي فتره من الفترات اتضغط فيها النادي الاهلي، بقى كان بيلعب كل يومين. النادي الاهلي لعب امام سيمبا يوم 2 فبراير، لعب امام انبي يوم 5 فبراير بعدها بيومين، لعب امام حرس الحدود يوم 8 فبراير، لعب يوم سيمبا كان ماتش سفر يوم 12 فبراير، يعني بتتكلم في 10 ايام ولا في 11 يوم، من 2 ل 12 لعب 4 ماتشات. هل النهارده من الصعب نادي الزمالك خلص يوم 26 نهائي الكونفدراليه، من بعد 26 لو لعب 29 ما تقدرش تخلص المسابقه بتاعتك؟ هديك اقتراح تاني. لو انت كنت هتقول كده ثانيه واحده بس يا استاذ شريف، عشان النقطه دي مهمه. لو انت كنت هتقول كده لو نادي تاني غير الزمالك، يعني لو كان نادي الاتحاد هو تاني الدوري وبيكمل، كان هتضغط الماتشات. بالظبط، كان هتضغط الماتشات. انت لعبت الاتحاد، لو هي العقبه السبت صن داونز، بعدين رجعت الاربع لعبت طلع الجيش، بعدين لعبت السبت صن داونز، لا كان المقص المقص. لو هي العقبه في مباراه اهلي وزمالك، وهي خلي بالك هي ممكن هي اللي هتحدد بطل الدوري، طب ما انت ممكن تلعبها على طول اول حاجه، واللعيبه موجوده قبل يوم 6 اول حاجه، قبل يوم 6 او يوم 6 حتى، نادي الزمالك يلعب ماتشاته الماتش او ماتش تاني قبل ماتش اهلي وزمالك، والنادي الاهلي يلعب ماتش ويتبقى مباراه للاسماعيلي للزمالك والاهلي والمقاولين يتلعبوا بعد تجمع المنتخب بدون اللاعبين الدوليين، وتستكمل الكاس وتخلص الكاس بدون اللاعبين الدوليين، وتنهي الموسم بحلو وبمر وبايجابياته وبمساوئه، وتقفل الموسم ده تماما. لا ازاي؟ تبدا الموسم الجاي على نظافه بقى، وتبدا تشتغل صح. لازم نبقى في لعبكه وفي قصه وفي حكايه. طب ما هي النهارده مش انت بتقول الاهلي والزمالك ولا حدد بطل الدوري؟ خلاص انت الزمالك يلعب مؤجلاته، يلعب اهلي وزمالك الفرقتين. انا عندي حاجه تانية، ويتبقى الماتش ده يتلعب بعد ما اللعيبه تنضم للمنتخبات ويتلعب بدون الدوليين. خلاص، يبقى انت النهارده على فكره دي اقتراحات من الاساتذه، بعيدا عن اي شيء، احنا ما نعرفش اي حاجه، مجلس الاداره ده ممكن يكون له قرارات اخرى وحاجات تانية احنا ما لناش علاقه بيها، لكن موسم بس عشان بنتكلم مع حضراتكم، عشان احنا اصل انت اي حاجه بتقولها لا انا بقول رايي الشخصي. لا انا مش مسؤول. انا لو قلت حاجه استاذ شريف لو قال حاجه هيقول لك اصل دي مجلس الاداره، لا ما فيش، ما لناش علاقه خالص. مجلس الاداره عنده متحدث اعلامي بيطلع يتكلم لو في حاجه تخص هذا الموضوع. اصل خلي بالك انت النهارده اكيد الناس في الاتحاد المغربي اللي عايزين ينهوا المسابقه قبل كاس الامم، الناس في الاتحاد التونسي اللي عايزين ينهوا المسابقه اكيد 14 ناس، وهيتم تاجيل انضمام اللعيبه الدوليه للمنتخب اكيد برضه حرصهم للسنه الجايه، بيخططوا للسنه الجايه، فاكيد الناس دي يعني. طيب هنرجع نتكلم في هذا الموضوع مره اخرى، ولكن خلينا نروح للكابتن سمير عثمان خبيرنا التحكيم، نتكلم معاه برضه عن ما يحدث الان
مع واحد من افضل الحكام المصريين مهما كان عندنا عليه اي امور، ولكن يظل دائما النادي الاهلي خلف حكامه المصريين مهما كانت الامور ومهما كانت الظروف. كابتن سمير ازي حضرتك؟ ازاي كابتن اسلام؟ ازي حضرتك؟ حضرتك طيب وسلام على الاستوديو كله يا كابتن. الله يخليك استاذ شريف وكابتن اسامه بيسلموا على حضرتك. كابتن سمير اكيد حضرتك انا عارف ان انت بتتابع اولا باول ما يحدث في التحكيم سواء في مصر او في افريقيا، ما حدث مع الكابتن جهاد جريشه من وجهه نظرك كيف تراه؟ والله يا كابتن جهاد يعتبر من حكام الاليت في قاره افريقيا، وعمل مباراه جيده جدا في ماتش النهائي اللي فات في مباراه الذهاب. في بعض الاخطاء دي وارده، بس جهاد اخطائه كانت معظمها فنيه ومعظم الاغلبيه جم مع جهاد، لان الاخطاء كلها تقديريه، وانا بصراحه مع جهاد في المباراه معظم قراراته. القرار اللي استخده الاتحاد الافريقي قرار غريب جدا يا كابتن اسلام، وكنت اتمنى زي ما حضرتك بتقول ان قناه النادي الاهلي والنادي الاهلي ما في خلف جهاد جريشه، المفروض كان الاتحاد المصري كان لازم يطلع قرار سريع بخصوص الموضوع ده، لان بصراحه لازم الاتحاد المصري يقف مع جهاد في موضوع زي ده. جهاد من المرشحين اللي رايحين كاس العالم المفروض اللي جاي، القرار اللي زي ده ممكن ينهي فرصه جهاد في دخول القائمه الدوليه السنه الجايه، عشان ده 6 اشهر واحنا دلوقتي داخلين على في بدايه شهر 6. لو الاتحاد الافريقي عاوز ياخد قرار زي ده كان اولى يتاخد ضد الحكم الاثيوبي تاملاك في مباراه الزمالك ومهر التركان، صح؟ لان ده القرار المؤسس في نتيجه المباراه. نعم، انما الكيل بمكيالين، والاتحاد لغايه دلوقتي ما فيش رد، خاصه ان في عضو لجنه حكام كابتن عصام عبد الفتاح موجود في لجنه الحكام الرئيسيه، وعضو الاتحاد المصري لكره القدم، ورئيس لجنه الحكام المصري كان لازم ليه تدخل، وانا منتظر تدخله لغايه دلوقتي. ان القرار بقى له حوالي 8 ساعات يا كابتن اسلام، وما فيش اي بيان طلع من الاتحاد المصري ولا لجنه الحكام. لا طبعا، ما هو جهاد الاسلام جهاد فين دلوقتي؟ لسه بفطار. المفروض في بولندا دلوقتي، في بولندا بيحكم كاس عالم للناشئين. هيحكم يا كابتن ولا مش هيحكم؟ هو رايح حكم في ار، حكم فار. حتى لو حكم في ار هيحكم ولا مش هيحكم؟ لا هو رايح في ار بس، هو وباملاك و ايوه يا كابتن. ايوه يا كابتن معلش، المفروض هم الحكام الرئيسيين اللي موجودين فوق مباراة. طيب الحكم هل لو جاله مباراه يقودها في الفي ار خلال كاس العالم في بولندا القادم اللي هو موجود فيه دلوقتي، هل هيعملها ولا مش هيعملها بناء على هذا الايقاف يعني؟ يعني بص يا كابتن، طالما ان في ايقاف المفروض بيبقى سسبند من كل حاجه، بس حتى هذه اللحظه لسه ما فيش حاجه باينه. ده قرار الاتحاد الافريقي، الاتحاد الافريقي لازم يبلغ طبعا الاتحاد الدولي بقرار زي ده. الموضوع معقد، عشان كده يا كابتن اسلام المفروض كان لازم حد من الاتحاد المصري يتكلم دلوقتي. ماشي، حضرتك عارف ان النهارده ممكن الناس بتصلي العشاء والتراويح ولسه يعني العشاء من صلاه الظهر يا كابتن اسلام، القرار طلع من بدري. انا حاولت اتصل بصراحه بجهاد كذا مره، قافل تليفونه للاسف، تليفونه مغلق، فبعت له قلت له طمني بس عشان نقدر يعني جهاد زميلي لازم ارد عليه طالما مفيش حد من لجنه الحكام هيرد يعني. ما هو ده، ما هو احنا عشان كده انا حاولت والله انا كمان اكلمه بناء على ان هو حكم مصري والنادي الاهلي دايما ما بيلعبش. المشكله لكن قافل تليفون في القرار السريع. يعني انت النهارده شفت مباراه كانت الترجي قبل نهائي افريقيا اللي كانت امام اول اغسطس، والحكم ارتكب كارثه، القرار ما اتاخدش اساسا خالص غير بعديها بشهر ولا بشهر ونص. ما هي بص يا كابتن، دي علامة استفهام. هل في حاجة يا كابتن في الحكام من ضمن علامات الاستفهام اللي انا شايفها بصراحة بعد الماتشين بتاع الاهلي وبصري بتاع الزمالك اللي اتلعب الاخراني، ان الاتحاد المغربي واقف مع فرقته. انت قبل كده يا كابتن اسلام شفت اما الاهلي او الزمالك بيلعب في افريقيا وبيتعرض لظلم ان الاتحاد بتاعك هو اللي بيبعت شكوى؟ المرات الاتحاد المغربي هو اللي بيبعت عشان الشكوى عليه، صموا بكم ونعموا عايزين مع بعض، بيبعت يثبت الشكوى عليك. لا لازم انا مستغرب جدا يا كابتن سمير يتدخل في موضوع زي ده. جهاد حكم من الحكام الكويسين جدا، اخطاء عنده، اخطاء عنده زي كل الناس، بس المباراه اللي لعبها طيب. لا جهاد طبق. سؤال يا كابتن سمير، سؤال وحضرتك انا عارف ان انت عارف الكلام ده كويس، هل هناك حكم تم ايقافه بسبب سوء اداء فني قبل كده في القاره الافريقيه خلال السنين اللي فاتت، ولا عندما يتم الايقاف يتم الايقاف قبل كده يا كابتن اسلام؟ بس مش بيبقوا بصراحه من الحكام الكبار. يعني الحكم الكبير مستواه الفني عالي، حتى لو ما عندوش توفيق في مباراه ما يتمش ايقافه كده يعني. شايف يعني اذا هناك علامات استفهام كبيره على هذا القرار جدا. انا اوقف واحد في كاس عالم دلوقتي يعني حاجه غريبه. ولازم لو عنده كاس امم بعدها بعد شهر كاس الافريقيه، وخلي بال حضرتك يا كابتن سمير ده عنده كاس عالم بعد كام يوم، سوري كاس امم في القاهره في بلده بالظبط.
بالظبط. انا عاوز اسال تحدي الحكم سافر. الاثيوبي ايه موقفه دلوقتي؟ الحكم الاثيوبي اخطا اخطاء فادحه في تنفيذ القانون. ما فيش حاجه اسمها مباراه تعاد والكلام لا 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 طبعا الكلام ده كلام مش منطقي. هو اخطا اخطاء فنيه فادحه. ده اللي لازم يتحاسب مش جهاد. جهاد ايه؟ اخطاء تقديريه بس. امشي مع الخطا التقديري احسن من خطا عدم تطبيق القانون في العقوبات الانضباطيه. انا متاكد يا كابتن سمير ان ما اعرفش متخيل ومتاكد ان المهندس هاني ابو ريدة هيكون له دور كبير في هذا الموضوع لانه لازم الحقيقه لان احنا بنتكلم عن او طبعا نتمنى. عارف يا كابتن اسلام انا مع حضرتك بس انا علامه الاسف هاني عندي عند عصام عبد الفتاح. عصام عبد الفتاح في لجنه الحكام الافريقيه. كابتن عصام عبد الفتاح نائب او عضو مجلس. لا هو عضو لجنه الحكام الافريقيه. عضو لجنه الحكام الافريقيه. رئيس لجنه الحكام المصريه وعضو في الاتحاد المصري. كان لازم هنا يبقى في تدخل. وانا مش بتكلم على حكم مستواه وحش لا كلنا عارفينه جهاد مستواه كويس مش وحش. في بعض الحاجات طبعا بتبقى اخطاء زي موجوده عند اي حكم بس ما توصلش للقرار القوي ده وخاصه احنا بعد اسبوعين عندنا بطوله افريقيه في مصر وهم المرشحين الرئيسيين اللي ممكن يدير نهائي البطوله في حاله لا قدر الله المنتخب المصري تعثر. ماشي كابتن سمير انا بشكرك شكرا جزيلا كابتن سمير عثمان خبرنا التحكيمي برضو زي ما قلنا بس انا متاكد ان هيكون اتحاد كره القدم بس او هاني ابو ريده الحقيقه زي ما لازم بسرعه لازم بسرعه لازم بسرعه يتكلم حتى لازم او يوضح هناك قرار خلال الكام الساعه اللي جايه دي ده لازم يعني لازم بجد علشان اللي بيحصل ده مع كابتن جهاد قد يكون ده كتير قوي كمان هو يعني الاتحاد المصري بيتحرك لنادي واحد بس في مصر مع الاتحاد الافريقي بس للنادي الاهلي صراحه انا ما شفتش وقت العقوبات اللي وقعت على النادي الاهلي وقت مباراه الترجي والنادي الاهلي اتضرب هناك والناس وقتها انتقدت مجلس اداره النادي الاهلي خلي بالك في امور ما بتبقاش في ايدي انا كمجلس اداره يا الشريف يبقى انا باخد الامر المحلي الداخلي اللي ليه تعامل مع اتحاد الكره فيه او في قراراتي او في قراراته لكن في امور تبقى ملزم بيها اتحاد الكره زي ما شفنا الاتحاد المغربي النهارده هو اللي دافع عن فرقته فرقه الوداد وهو اللي عمل الشكوى وهو اللي اتحرك وهو اللي بدا يفرض سيطرته على الاتحاد لازم الاتحاد المصري برضه يبقى ليه سيطره في الاتحاد الافريقي النهارده شفنا دوره اللي كان هزيل صراحه في وقفته مع النادي الاهلي في كل المواقف السابقه والنهارده كمان ظهرت في التحكيم بس خلي بالك يعني انا بالنسبه لي موقف اتحاد الكره مش غريب النهارده ان هو لسه ما طلعش بيان ما انا بقول لك الحكام المصريين لو ليهم كرامه في مصر يعني لو كان ليهم كرامه في مصر كان اتحاد الكوره هو اللي وقف جنبهم. نعم. شفنا رؤساء انديه طلعوا اهانوا التحكيم واهانوا عصام عبد الفتاح وشفنا يعني كان في سب وعلن على الملا وشفنا كان في اتهامات في ذمم حكام واتحاد الكوره كان واقف صامت. فالنهارده اللي انا بشوفه النهارده ده طبيعي جدا من اتحاد الكوره. لكن انا متخيل ان شاء الله خلال الفتره القادمه لازم او دلوقتي يعني اعتقد ان من الممكن يكون هناك بيحضروا قرار للاتحاد المصري لكره القدم فيما يخص موضوع يعني كابتن جهاد جريش. يعني كابتن لما يبقى الايقاف 6 شهور ده معناه ان هو يعني متهم بالرشوه. ده لا يعني ده لازم لكن يقول لك 6 شهور عشان اداء الفني ضعف الاداء. في كده. وبعدين تسمع تصريح لرئيس الاتحاد الافريقي يقول لك كنت انتظر اداء افضل بعد المباراه من حكم المباراه. المفروض ما تقولش كده. الاتحاد الافريقي؟ رئيس الاتحاد الافريقي بعد الماتش كنت انتظر اداء افضل. المفروض ما تقولش كده خالص. اداء افضل من مين؟ من الحكم. من الكابتن جهاد يعني؟ ايوه يعني هو بيجامل صديقه عضو المكتب التنفيذي فوزي المغربي في الاتحاد الافريقي. فطب بيجامله على حساب واحد من المنظومه بتاعتك ماشي وبعدين ما اخطاش ده في فار وفار اثبت وفي قانون وفي يعني كلها حاجات اخطاء ممكن زي ما قال الكابتن سمير لكن ما تقللش من ادائه او ما تقللش من تاريخه او ما تقللش ان حكم متاخد في كاس العالم للكبار من سنه والنهارده بيحكم في كاس العالم للشباب والحكم نمره واحد في بطوله الانديه العربيه ماشي وفي افريقيا كل المباريات المهمه راح حكمها حتى في الدوري التونسي بيروح يحكم في الدوري التونسي مباريات مهمه فلما يتقال لك ان انا بوقفه 6 شهور عشان الاداء لا في علامه استفهام كبيره جدا على العقوبه انت بترضي الطرف المغربي على حساب واحد من المنظومه فلا صعب جدا ولغايه دلوقتي ان ما يطلعش بيان رد او قرار من لجنه الحكام المصريه حتى او بيان من لجنه الحكام من كابتن عصام عبد الفتاح بصفته حتى رئيس اللجنه وعضو مجلس اداره وعضو لجنه الحكام الاتحاد الافريقي لا يبقى في مشكله كبيره جدا يعني وده عنصر مهم والحكم نمره واحد ومرشح ان يروح اولمبياد طوكيو 2020 ويروح كاس العالم 2022 في قطر كل ده مرشح ليه
وحكم من حكام النخبه في افريقيا، يعني يمكن نمر اثنين او ثلاثه بعد بكاري وتسام، يعني هو من حكام النخبه في افريقيا. حاجه غريبه جدا. فلما يجي له في ماتش زي دوت ست شهور لضعف الاداء، لا علامه استفهام كبيره جدا جدا. يعني لارضاء جانب يعني او لارضاء اشخاص جوه الاتحاد الافريقي، لا صعب جدا يعني. انت دلوقتي احنا كان طب الحل ايه يا اسامه دلوقتي في اللي احنا فيه بالنسبه للكابتن جهاد؟ يعني لازم الاتحاد المصري يقف جنبه، يعني الناس النهارده ما تتخلاش عنه. حضرتك بتطالب الاتحاد المصري ان هو يقف جنبه؟ اه لازم يقف جنبه. يعني ابسط الامور ده يبين لك كمان، يعني لو رجعنا عمرو مصطفى مراد فهمي، يعني توجيه الاتهامات ليه من الاتحاد الافريقي وانت عندك واحد مصري موجود داخل الاتحاد الافريقي النهارده بيتم ليه التوجيه وانت كاتحاد كمان ما وقفتش جنبه. فالنهارده نفس الكلام برضو كابتن جهاد جريشه، عارف ان في مشكله كبيره محدش اشار اليها، يمكن بعض المواقع طالتها. حضرتك احنا لما خدنا امم افريقيا نعم كانت 32 بتاع 16 منتخب ب 32 مباراه مثلا سي بمبلغ وقدره كذا، بعقد البث والاعلانات والكلام ده. البطوله دي بقت 24 منتخب ب 52 مباراه بنفس الفلوس، نفس العائد للمنتخبات. وده من ضمن الحاجات المخالفات اللي جايه على الكاف، ان انت ما خاطبتش الشركه اللي واخده منك الحقوق. يا جماعه انت دلوقتي كنت شاريين مني 32 مباراه ل 16 منتخب، دلوقتي انت زودت عليا البطوله بقت 24 منتخب ب 52 مباراه، بتحاسبني بنفس الرقم. انت ليك 20%، مصر ليها 20% من عوائد البث والاعلانات والكلام ده كله. ال 20% الرقم هو حوالي 55 مليون برضه زي ما هو، يعني ممكن الرقم ده يوصل لاكثر، يوصل للضعف، يوصل ل 100 مليون. انت فاهمني؟ فانت مين اللي يقول ده؟ يعني هل المسؤولين على اتحاد الكوره واللجنه المنظمه، ولا الكاف يخاطب الشركه الفرنسيه اللي واخده الحقوق وبيعها للبين؟ فانت عندك مشكله كبيره، يعني محدش اشار ليها او الموضوع مستخبي. يعني طب الفلوس دي هتروح فين؟ او ايه اللي مرر الموضوع ده وما رجعناش ليه؟ خاصه احنا كانت مشكلتنا مع عيسى حياته سواء في مصر او في الجزائر او في شمال افريقيا تحديدا الاحتكار. صح. وعيسى حياته مشي وكنا شاكيين وجهاز حمايه المستهلك في مصر، ورحنا وفي وفود راحت فرنسا عشان تخاطب الشركه الفرنسيه الايجاربيه عشان القصه دي كلها، ومشي وجي احمد احمد قال لك هراجع كل العقود مع الناس دي. دلوقتي اللي بيحصل ان في يعني في شبهه في الموضوع ده، انت سعادتك اشتريت اديتني بعت لي حاجه دي 32 ماتش خلاص 10 جنيه مقابل كذا. ال 32 دول بقوا 52 ب 24 منتخب وبتديهم لي بنفس الفلوس. طب المنطق ايه؟ يعني المنطق ازاي دي عدت يعني؟ وهتعدي ازاي على الناس الموجوده سواء في اتحاد الكوره او اللجنه المنظمه او الاتحاد الافريقي؟ نعم. لازم يبقى في مراجعه للموضوع ده. وهم ال 20%، هم انت ليك 20%، لا نفس الرقم. أيوة 20% ثابت. 20% ليك 55 مليون، بس لازم انت لما انت عائد البث هتزيد المفروض. ان انت بقى 52 مباراه ب 52 يعني ملعب جديد وبث وبتاع وحقوق والكلام ده كله، فانت فين الفلوس دي؟ يعني احنا ساكتين عليها ليه؟ ليه ما بنطالبش بيها لغايه دلوقتي؟ في قصص، فانت ماشي في قصص. يعني احنا عانينا في فساد الكاف ده فتره طويله جدا. نعم. وللاسف الفساد موجود زي ما هو، لسه ما زال، بل زاد. بل زاد، يعني مع وجود احمد لا في فساد اكتر. في فساد اكتر واضح بقى، يعني ما توسمناه خيرا لا راح في حته تانية خالص. ماشي، خلينا نكمل كلامنا في اطار هذا الموضوع، ولكن خلينا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل نرجع نكمل مع حضراتكم بقيه هذه الحلقه. زي ما قلت لحضراتكم ان شاء الله يوم السبت القادم سيتم استكمال اجتماع مجلس اداره النادي الاهلي الطارئ اللي بدا من يوم الجمعه اللي فات، وسيتم استكماله ان شاء الله يوم السبت القادم لدراسه كافه الامور من كل الجوانب واتخاذ ما يراه النادي الاهلي من قرارات اخرى خلال الفتره القادمه. ده هنستنى بقى اليوم السبت نشوف ماذا سيحدث ان شاء الله بعد اجتماع مجلس اداره النادي الاهلي الطارئ. كابتن استاذ شريف، واحنا بنتكلم في اطار المشاكل ووجع الدماغ وبتاع، النهارده حصلت حاجه جميله جدا. النهارده وكالعاده وكعاده النادي الاهلي
وكعاده مجلس اداره النادي الاهلي الحقيقه النهارده جمع الاحبه كلهم. الاحبه النهارده كلهم اقسامها كانوا موجودين. كان حفل افطار رائع الحقيقه، وتجمع فيه عدد كبير جدا من المسؤولين ومن الشخصيات الرياضيه البارزه اللي موجوده في الشارع الرياضي المصري خلال الفتره او خلال هذه الفتره. السيد الوزير الدكتور اشرف صبحي كان موجود، كابتن محمود الخطيب طبعا رئيس مجلس الاداره، والاستاذ محمد كامر رئيس مجلس اداره شركه بريزنتيشن، والمستشار الكبير المستشار احمد الزند، وكابتننا الكبير كابتن فتحي مبروك، ومجموعه ولفيف من كبار الحضور، كابتن شريف عبد المنعم النجم الكبير، واعضاء مجلس الاداره، وتهاني كثير، حاجات جميله جدا النهارده الحقيقه حدثت. المهندس عدلي القيعي، روح حلوه جدا ما بين الدكتور اشرف والمهندس عدلي القيعي، وحاجه جميله جدا. هو ده اللي احنا هو ده اللي نفسنا يسود في الوسط الرياضي. استاذ ايمن بدره، محمد قلبه، مجموعه من اصدقائنا الصحفيين وفي المواقع والجرائد اليوميه، وصور كتيره جدا زي ما حضراتكم شايفين كانت في الدكتور محمد العدل طبعا، كابتن زكريا ناصف، كابتن حسن المستكاوي، الاستاذ تامر امين، كابتن ماهر همام، كابتن ابراهيم عبد الصمد، كتير جدا الحقيقه النهارده كل اعضاء مجلس الاداره، مش عايز انسى حد، كانوا متواجدين. راي حضرتك النهارده استاذ شريف في هذه الاحتفاليه الكبيره جدا؟ يعني هو تقليد معتاد، يعني هو امر معتاد كل سنه فطار النادي الاهلي في شهر رمضان يعني، بس السنه دي للاسف شديد يعني ما اسعفنيش الحظ ان انا موجود، ومشكر على الدعوه طبعا. فتك كتير استاذ شريف والله، فتك كتير، فتك كتير للاسف شديد يعني. عرفت ان النهارده كانت منظمه بشكل كبير داخل الصاله المغطاه، وعرفت يعني زي ما شايفين الصوره التوتاله دي حاجه جميله جدا الحقيقه. يعني ناس، بص حضرتك كل الناس يعني زي ما قلت في البدايه، حتى الناس اللي مختلفين ولكن باحترام مع النادي الاهلي كانوا متواجدين، الكل كان متواجد النهارده، وكان كلام جميل جدا. وهو ده هو ده دور النادي الاهلي الاجتماعي بقى، بعيدا عن الدور الرياضي طبعا. يا اسامه، عاده النادي الاهلي دايما استاذ شريف فؤاد طبعا المتحدث الاعلامي باسم مجلس الاداره، والاعلامي علاء بسيوني، استاذ خالد الدرندلي عضو مجلس الاداره، الاستاذ ابراهيم الكفراوي، معالي الوزير الدكتور اشرف صبحي، مجموعه من الشخصيات الكبيره المتواجده اسامه في هذا الاجتماع الرائع الحقيقه. زي ما بقول لك يا كابتن اسلام، دي عاده النادي الاهلي ان هو دايما يعني بيجمع كل القائمين والعاملين في الوسط الرياضي او حتى في الوسط الاعلامي. كابتن جوهر نبيل طبعا، كابتن خطيب النهارده قال كلمه، يعني قال احنا عائله النادي الاهلي النهارده وسط العائله الكبيره عائله الرياضه المصريه، ورحب وكل الحضور، وكان كلمه مهمه جدا. طيب انت قلتها، بما انك بنتكلم عن كلمه كابتن خطيب، هي حاجه بسيطه جدا الحقيقه طبعا، مراعاه للوقت والكلام ده كله. كابتن خطيب قال كلمه بسيطه جدا، تعالوا نطلع نشوف ماذا قال رئيس مجلس اداره النادي الاهلي في اجتماع عائله الاهلي، واجتماعه مع كل العاملين في المجال الرياضي الحقيقه كانوا متواجدين النهارده. نطلع نشوف ماذا قال ونرجع نكمل مع حضرتك. النادي الاهلي وعائله النادي الاهلي النهارده في منتهى السعاده انها في وسط العيله الكبيره، العيله الرياضيه الكبيره. كل سنه وانتم طيبين، ايام مباركه ان شاء الله علينا جميعا باذن الله، ان شاء الله تكون جميعا نكون من عتقاء هذا الشهر الكريم، وربنا يحسن خاتمتنا جميعا باذن واحد احد. بشكركم جدا جدا على الحضور وتشريفكم لينا، اضفتوا للنادي الاهلي كتير وتشريفكم لينا النهارده، وان شاء الله نكون دايما نتلاقى بخير باذن الله في ايام مباركه زي اللي احنا فيها. مره ثانيه بشكركم جدا للحضور، وكل سنه وانتم طيبين. طبعا يعني حاجه محترمه طبعا من رساله يعني، خاصه في التوقيت دوت كان محتاج النادي الاهلي انه يجمع العيله بتاعته في التوقيت اللي فات دوت، حصل بعض الاختراقات كده على بعض المواقع السوشيال ميديا وبتاع وكده، فالتوقيت كان يعني جيد جدا، والكلمه رغم ان بساطتها لكن مضمونها كبير جدا، وقاصد بيها حاجات وفيها رسائل في التوقيت ده بالذات. لا في مهم جدا، ان شفنا الفتره الاخيره دي كانت الناس راحت وجات كده للاسف الشديد. تمام حسام. لا تجمع كان صراحه حاجه كويسه، حتى في ناس كتير يعني ما قابلناهاش بقالنا فتره يعني، كانوا موجودين النهارده وشفناهم، وده دايما دور النادي الاهلي ان هو
يعني بيجمع الناس، ودي عاده دايما النادي الاهلي بيعملها، انه دايما بيعزم كل الصحفيين وكل النقاد وكل الوسط الاعلامي، وكان النهارده في موجود مستشارين، والنهارده في زي ما انت بتقول يا كابتن اسلام في ناس ممكن تبقى مختلفه في رايها او في قرارها مع النادي الاهلي، او في لها راي تاني غير النادي الاهلي، كانت موجوده، لكن الاختلاف كان اختلاف باحترام، هتلاقيها موجوده. مش معنى ان انا ممكن اختلف معاك او تختلف معايا مش لازم بقى اقعد انك انت ما مش هواجه لك الدعوه بالزبط. لا يعني كانوا موجودين النهارده، بس في ناس ممكن انا اختلف معاها، دول يعني في ناس يعني لا هنتفق ان احنا مختلفين معاهم، دول ما كانوش موجودين النهارده بدون ذكر اسمهم، دول مختلفين يعني مدى الضهر، مختلفين بطريقه غير محترمه الحقيقة. لا لا لا، دول متلونين حسب البيئه وحسب المكان. نعم، دول ما دول ما يكونوش موجودين الحمد لله. لكن في ناس النهارده يعني ممكن النهارده واحد زي ابراهيم فايق ممكن يطلع يقول رايه عن النادي الاهلي بطريقه سلبيه بالزبط. وممكن في يوم تاني يقول رايه عن النادي الاهلي بطريقه ايجابيه. لا، النهارده كان موجود كل الناس. انا بقول ابراهيم فايق انه يعني واحد من وسط الاعلام، وانا يعني من الناس اللي انا بحترمها وبحبها جدا يعني. نعم، ده اضرب بقى امثله كتيره على اذا كان صحفيين او نقاد او اي حاجه. طالما بيقول وجهه نظره هو اللي بيجمع الناس، طالما بيقول وجهه نظره في اطار من النقد البناء والاطار النقد الموضوعي ودون خروج عن النص، فانت عليك ان تحترم وجهه نظره. طبعا عليك ان تحترم، لان انت المفروض في يوم من الايام هيبقى لك وجهه نظر مختلفه معاه، فهو عشان تجبره على احترام وجهه نظره لازم تحترم. وخلي بالك هو ده المناخ الصحي والجو الصحي اللي بتشتغل فيه في الرياضه. انا مش همشي اقول حاجه الناس هتقول ورايا امين، لا، ممكن واحد ليه راي تاني وبنختلف للمصلحه العامه. لكن في ناس اللي قصدها تخرب وتتلون حسب البيئه، الحمد لله ربنا يبعدنا عنهم. النادي الاهلي بدا يتخلص من الاشكال دي وما كانوش موجودين. بشكل عام يا كابتن سهل جدا تبقى مش محترم، وسهل جدا تبقى صليت اللسان بالظبط كده، لكن الصعب ان انت تبقى محترم صح وتجبر اللي امامك على احترامك. خد بال حضرتك يا استاذ شريف يا كابتن اسامه، هذه ليست مثاليه للمره المليون، انا بقول لحضراتكم هذه ليست مثاليه، ولكنه اسلوب حياه النادي الاهلي وعائله النادي الاهلي، وستظل هذه الطريقه اللي احنا بنتكلم بيها والاسلوب اللي احنا دايما بنتكلم بيه والطريقه اللي دايما بنعيشها وبنتكلم بيها بنفس هذا الاسلوب مهما كانت الضغوط ومهما كانت الامور. وزي ما بقول لحضراتكم هذه ليست مثاليه، والله ما مثاليه، كلنا بنقف وبنجيب حق نادينا ولكن باحترام وبادب، مش لازم يعني نطلع نزعق و... لا مش لازم. اتحاد الكره يدور على حقوق. هو النادي الاسماعيلي مش اتظلم في الكونفدراليه وبعد كده الكاف رجعوا البطوله؟ يعني في انديه اتظلمت وعانت من التحكيم السيء وعانت امام الافريقي الاسماعيلي وعانت بشكل قوي جدا واتظلمت بشكل قوي جدا، على اتحاد الكره انه يحل المشاكل دي ويقف في ظهر الانديه بتاعته. يعني الموقف اللي حصل من الاتحاد المغربي مع سواء مع نهضه بركان او مع الوداد المغربي بعد ال لا يعني هو ده موقف مثلا اللي حضرتك قلته، ايه الطبيعي؟ ايه الطبيعي ان الاتحاد بتاعه وقف في ظهر الانديه؟ اللي حضرتك قلته دلوقتي الموقف بتاع النادي الاسماعيلي، ما هو ده حيينا كلنا في اتحاد كره القدم والمهندس هاني ابو ريده في ان هو وقف وقفه قويه مع النادي الاسماعيلي. ليه بقى ما فعلى فكره ده احنا بننتقد راي او بننتقد قرارات حصلت، لكن لما كان اسامه لو تفتكر وانت كنت واحد من الناس اللي قالت واتكلمت في هذا الموضوع ان اتحاد كره القدم لا عمل شغل كويس طبعا في موضوع الاسماعيلي، واكيد الاسماعيلي مره اخرى، وبالتالي نقف في ظهره حاجه كويسه او يعمل حاجه لصالح الانديه اكيد هنطلع نحييه وهنشيد بالامر. لكن لما يعمل سلبيات وهي كتيره في خلال الفتره اللي فاتت لازم ننتقد طبعا، ولازم نقول ان في خطا في الحته دي. طيب من وجهه نظرك بقى بعد هذا الاجتماع، الحقيقه الواحد كان نفسه ينهي بهذا الموضوع، لكن لانه بحاجه مشرفه يعني لما تلاقي كده رئيس مجلس اداره النادي الاهلي واقف مستنيك على الباب وبيسلم على كل واحد داخل، الحقيقه مهما كان صغير سنا يعني وليس مقاما، كل الناس اللي كانت موجوده كلها ناس كبيره مقاما، لكن ناس واقف رئيس مجلس الاداره بيسلم النادي الاهلي. نعم، رمزيه النادي الاهلي بالظبط كده، فكانت حاجه مشرفه جدا وكانت حاجه جميله، والحقيقه كلنا كنا مبسوطين، شفنا بعض وشفنا ناس كتيره جدا كنا بقالنا كتير جدا ما تقابلناش. النادي الاهلي دايما بيتعامل بقيمه ومبادئه اللي بقى لها اكتر من 100 سنه ما بيتغير، يعني حتى لو اتغيرت مجالس الادارات اتغيرت الاشخاص، دايما القيم والمبادئ هي الثابته حتى في التعامل، حتى كمان في الاجتماع اللي انت كنت بتعلن عنه دلوقتي يا كابتن اسلام وبتقول النادي الاهلي دعا لاجتماع طارئ يوم السبت، طب انت ليه ما قلتش كان الاجتماع النهارده؟ او طلع النهارده واحد بقرارات عشوائيه او فرديه وطلع في معاك في البرنامج وبدا يصرح ويقول واعمل واسوي، ده ما النادي الاهلي اتعلمنا فيه
لما بيحب يقول قرار لازم القرار يبقى مدروس واساسي كمان، لازم يبقى القرار قرار مجلس اداره مش قرار شخص واحد انا الامر الناهي، لا ده عندي اجتماع مجلس اداره. حتى شوف في بدايه المشكله كابتن محمود الخطيب ادار الموضوع ازاي، تعال جاب الكابتن سيد حفيظ راي لاسارتي الموضوع الرؤيه الفنيه ليكم، ممكن نكون احنا مش شايفين رؤيه انتوا شايفين اكتر مننا لازم اسمعه، خلاص سمعت الراي لازم اعرض الامر على مجلس الاداره ندرس القرار ونشوف تبعيته بعد كده نطلع بالقرار. النهارده لما يبقى القرار مجلس اداره النهارده بتقول داعي الى اجتماع يوم السبت، استكمال اجتماع يوم الجمعه، استكمال يوم النهارده النهارده التلات عندك اربع خميس جمعه تبدا تشوف المستجدات، تدي اتحاد الكوره فرصه يشوف اموره. انا النهارده لما عشان لما اطلع بقرار ما ينفعش النادي الاهلي بيرجع في قراره، لا النادي الاهلي بيبقى عنده قرار خلاص ملزم للجميع بعد دراسه من كافه الجوانب. لا وبعدين انت لما زي ما استاذ شريف جابها على طول في اول اربع يعني هو مديك اربع خمس ايام مدي لكل المسؤولين عن الرياضه، واعتقد وجود الدكتور اشرف صبحي النهارده يعني اكيد في كلام حتى طبعا. ولو يعني بسيط في هذا ممكن ما يكونش الكلام النهارده لكن في لقاءات سابقه في كلام طبعا في محاولات لتهجير حاله هذه الحل الموضوع يعني لان يعني احنا ضد التصعيد. نعم يعني احنا بشكل عام ماشي وخاصة واحنا مقبلين على بطولة مهمة وبطولة بنسعى انها تخرج بشكل جيد وتعبر عن مصر وتعبر عن الامن اللي في مصر، وزي ما شايفين الاهتمام على اعلى مستوى من رأس الدولة بداية من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مرورا بالسيد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي بوزير الشباب بأجهزة الدولة كلها بمختلف الوزراء اللي اليوم معنيين بتنظيم البطوله. لا في حاله حراك رياضي في مصر، نتمنى ان الامور تحل قبل امم افريقيا والازمه دي تنتهي ونهدى بقى ونفكر ازاي ندعم بقى منتخبنا. منتخبنا داخل على مواجهات صعبه جدا، يعني لو شفتوا انتوا قائمه المنتخب المغربي لا حدث ولا حرج يعني قائمه صعبه جدا مقارنه بقائمه منتخبنا يعني ربنا يستر. ده قصه ثانيه بقى موضوع المنتخب الوطني اللي المنتخب المغربي لا قائمه صعبه جدا يعني في كل المنتخب المغربي المنتخب في لعيبه مش موجوده بنين منتخب السنغال في لعيبه مش موجوده بره القائمه هدافين في دوريات في دوريات اوروبيه في المنتخب المغربي مش موجودين، يعني في لعيب في هداف الدوري القطري مش موجود مغربي بغداد بنجاح انت فاهمني لا ده جزائري لا جزائري بغداد صح انت فاهمني صح. فلا المنتخب صعب جدا القائمه صعبه جدا وفعلا هيرفي رينارد عنده مشكله في كثره اللاعبين الجاهزين وكل مركز فيه اثنين او ثلاثه يعني اجمد من بعض يعني احنا عندنا 11 كويسين لكن عندنا بقيت 23 يبقى صعب قوي. كان من الممكن ان يكون هناك اختيارات افضل طبعا 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 لا فعلا بس بص انا بحترم وجهه نظر المدرب والجهاز الفني في اختياراته ولان هو المسؤول وهو اللي في الاخر شايف اكتر مني وعنده وجهه نظر فنيه احسن مني ماشي انا مش بتاع فنيات لكن في علامات استفهام على بعض اللعيبه يعني يعني في اختيارات ولعيبه بره يعني علامات استفهام انا ارجو ان هو يطلع يوضح لي يقول لي هو ما يجيبليش سيرتي هو استبعد فلان ليه لكن يقول لي خد فلان ده ليه يعني في المركز ده خده ليه يعني يعني انا عندي استفسار من هو بديل اللاعب محمود حسن تريزيجيه في المنتخب؟ وليد سليمان؟ لا ممكن يبقى وليد سليمان يعني من وجهه نظر ممكن يبقى وليد يبقى بديل محمد صلاح لكن مش او عبد الله السعيد لكن هو ما بيلعبش في الحته اللي في الشمال دي لانه دي حته عايزه صحه لانه هيقطع من ال 18 من السته للسته رايح جاي يدافع ويهاجم فتريزيجيه بيقوم بالقصه دي كويس بس من هو بديله في المنتخب؟ من بديل تريزيجيه؟ من هو اللاعب اللي هيلعب بوكس تو بوكس؟ زي عمرو السليه. مين في الاربعه اللي اختارهم؟ طارق حامد ولا نني ولا دونجا ولا علي غزال؟ ما تقلقش تقليش في حد فيهم بيلعب يبقى دونجا اقرب الناس لان هو يلعب فيها هو في الاخر هو اختياراته هو اللي هيتم نحترمها بس في علامات استفهام عليها وخلي بالك في الاختيارات ممكن يعني ممكن يبقى فيه عنصر ممكن يكون كويس وشغال بشكل كويس في الدوري لكن هو شايف عنصر تاني بيأدي بطريقه هو هيلعب بيها أنا ما قلتلوش او بيلعب مثلا في كذا مكان ممكن يبقى حل ليه في المباريات لكن هو زي ما انت بتقول يا شريف اكيد القايمه عليها علامه استفهام هو يسأل عنها وهو يتحمل انا ما بطلبوش يقول لي هو استبعد ده ليه لكن بيطالبه يقول لي خد ده ليه على حساب ده
يعني انا مثلا لو بقارن مثلا بين ابو الفتوح وعبد الله رجب عبد الله جمعه، او بقارن بين السوليه مثلا وعلي غزال، او بقارن بين كهربا ورمضان صبحي المستبعدين واللي مثلا واللي موجود مكانهم تريزيجيه، ده افضل ماشي. عايز اعرف ليه ده، ليه راح على حساب ده بمنتهى الشفافيه يعني. طيب من وجهه نظرك ده ليه راح على حساب ده؟ مش عارف يعني، هو في مدير فني اسامه بيبقى عايز يخسر مثلا، ولا انا مش فاهم؟ ما هو اكيد بيبقى المدير الفني، خلي بالك اجيري برضو لف الملاعب كلها وراح اتفرج وشافه و يعني ومتابع، وزي ما بقول لك هو يتحمل نتيجه اختياراته. هو ممكن يبقى شايف حاجه احنا مش شايفينها، الله اعلم، هو في الاخر هيتحاسب. خاصه ان البطوله انا شايف صعوبتها، يعني صعوبه البطوله انها على ملعبنا، فاحنا مطالبين بنسبه 100% ان احنا نكسب ال ان شاء الله هنعدي من الدور الاول، لكن الصعوبه هتكون في الادوار اللي بعد كده. ممكن يكون اجيري معتمد عنده القوام الرئيسي بشكل كبير من المحترفين، ممكن يبقى فيه ثلاثة مصريين، خلي بالك يا شريف، يعني القوام الرئيسي كله ممكن يبقى فيه ثلاثة أو أربعة ويعتمد على ستة محترفين، وممكن يبقى عنده البدائل اللي يقدر يشتغل بيها ثلاثة أو أربعة، دي ممكن العدد اللي يشتغل بيه. ممكن يقول لك أنا بعد كده ما يحتاجش القايمة كلها 23، فممكن هو يكون ده حصل في الجابون حضرتك، واضطرينا نلعب النهائي بكهرباء عشان مروان محسن جاله صليبي. لا بس احنا عندنا النهارده وكوكا اتصاب. لا انت عندك دلوقتي ما شاء الله عندك في احمد علي وفي مروان محسن وعندك احمد حسن كوكا، يعني عندك في بدائل كتير. وده حصل نفس الخطا ده، ان انت قايمه في الاخر جيت تلعب من الماتش الاخير ما لقيتش غير كهربا، ولسه ما زالت عنده برضو دي مش قايمه النهائيه، عنده لسه يوم. لا دي النهائيه هيخرج منها اثنين بس. هيخرج اثنين بس، لكن ما فيش حد يجي. الاثنين معروفين يعني، مفيش حد هيجي، حارس مرمى ولاعب، يعني ما فيش حد هيجي من بره، لكن منهم من ال 25 دول الاثنين هيخرجوا. فهي دي طبعا صعوبه يعني. ان شاء الله البطوله على ملعبنا، يعني ان شاء الله انا متاكد انها تكون بطوله ناجحه، خاصه انك انت يعني متبنيها رئيس الجمهوريه، رئيس الوزراء، يعني كله تحت اشراف الدوله. فمن حيث النواحي التنظيميه، ملاعب، التنظيم، حضور الجماهير، ان شاء الله هتبقى على يعني افضل نجاح. اتوقع ان شاء الله هي حته توفيق المنتخب في المباريات بقى، ان ده هيبقى حافز مهم جدا، وده اللي هينجح البطوله بشكل كبير. خاصه ان خلاص انت كل النواحي التنظيميه والملاعب زي ما بنقول واستقبال الوفود والفنادق وكل ده كله هيبقى على اعلى مستوى. يستكمل ان شاء الله او يتبقى توفيق الفريق المصري في البطوله. ارضيات الملاعب اللي جت دي ان شاء الله هتلاقيها من انجح البطولات. ارضيات الملاعب اللي جت حاجه كويسه جدا. استاد القاهره حاجه، الصور يعني اللي بنشوفها حاجه مشرفه. في فيديوهات كمان كويسه. والله في فيديوهات يا سامع. حاجه بعد البطوله الصيانه بقى. يعني مشكلتنا بتبقى في الصيانه. فاي حاجه بتتعمل يعني من المشاريع الكبيره دي والكلام ده، اهم حاجه الصيانه اللي بعد كده. طبعا. لان دي مشكلتنا يعني، ان احنا بنصرف فلوس كتيره جدا على التجهيزات. بس بعد ما بيخلص الحدث او الايفنت بنسيب الحاجه وما بقاش في صيانه، ودي مشكله، دي مشكله كبيره يعني. فنتمنى يعني متوقع اسامه تشوف اداء جيد لمنتخبنا الوطني ان شاء الله. ان شاء الله انا بكلم فنيا بقى. فنيا يعني ما شاء الله عندك اللعيبه المحترفه بتمر باحسن حالاتها، يعني احمد حجازي ما شاء الله، بس بغض النظر عن المباراه الاخيره وعدم صعود فريقه، محمدي عندك محمد صلاح ما شاء الله، تريزيجيه، احمد حسن كوكا وردة. يعني عمرو ورده عندك ما شاء الله محترفين تقدر تعتمد عليهم، وما شاء الله النني. اصبحوا خبراته النني طبعا رغم من عدم لعبه يعني، ولكن الحقيقه مجرد تمرين وبس هناك احسن من عندك حتى المصريين الموجودين دلوقتي يعني حاله كويسه، يعني النواحي الفنيه ان شاء الله يعني كمان مع دفع الجمهور، يعني اللي احنا شفناه في 2006 كان الجمهور كان عنصر مهم جدا في نجاح البطوله وفي وصول مصر المباراه النهائيه، بالرغم ان كان عندك ما شاء الله منتخبات قويه جدا. مظبوط. لكن الجيل ده مش هيتكرر اصلا يعني 2006 2008 2010 ده مش هيتكرر. يعني ده توفقت فيه كل عوامل النجاح، وللاسف الشديد عملنا كل حاجه الا الوصول لكاس العالم، يعني ما كانش مكتوب لنا. طيب عشان وقتنا بينتهي اخيرا يا استاذ شريف، اذا كان هناك حل لهذا الموضوع او لهذه المواضيع كلها اللي اتكلمنا فيها، كابتن جهاد جريشه وقرارات مجلس اداره النادي الاهلي وتعقيب اتحاد كره القدم على هذه القرارات باصداره بيان بان المواعيد زي ما هي وبكره هيطلع الجدول وانتظار ليوم السبت، من وجهه نظرك في كل هذه الامور ماذا يحدث؟ هو بس حل بسيط خالص. اتحاد الكره يتعامل باحترافيه مع ملف الازمه بما فيه صالح الكره المصريه والانديه، واضحه، لا تفضل ده على ده
ولا تركب ده على ده ولا تعمل لمصلحه ده على حساب ده ولا اي حاجه. انت عندك عدد ايام محدده وعندك مباريات مؤجله توزعها بالتوقيتات اللي ما لا يعني تيجي لا مش هينفع غير لو اتمدد شويه يعني ممكن يوم او يومين وتخلص الموضوع يبقى فاضل ماتش او ماتشين بعد الكاس الام. ولو وافق النادي الاهلي على تغيير قراره او عوده في قراره من هو رافض الاستكمال البطوله الدوري بعد كاس الام كاس الام، لكن عليه ان يراعي صالح الانديه. وفي نادي هيتظلم في الموضوع ده، بتروجيت. بتروجيت عنده 34 نقطه ومحتاج يفوز في المباراه الاخيره، فازاي تلعب انديه بتنافس معاه في نفس الحكايه تلعبها في توقيتات مختلفه؟ يعني ازاي تلعبها في توقيتات مختلفه؟ يعني مش عارف الانتاج هيلعب الخميس، بعدين مش عارف يلعب امتى، فانت بتضيع حق نادي برضه عنده فرصه ان هو لو كسب ونتيجه المباراه اللي قصاده لم يتم يعني مشت بشكل عادل وشكل طبيعي وكانت في صبت في صالحه ان هو يبقى موجود في الدوري السنه الجايه. نعم. لما يهبط ما انت زي ما انت في عندك ازمه فوق عندك ازمه اكبر تحت، ودي انديه ملهاش حد يدافع عنها، لا عندها جمهور ولا عندها اعلام. ماشي، وصرفه برضه فلوس. نعم. ماشي، وعندها مشكله كبيره. فانت عليك ببساطه شديده تتعامل مع ملف الازمه باحترافيه شديده مع مراعاه صالح الكره المصريه وصالح الانديه المشاركه في المسابقه اللي بدات 8 والله اعلم هتخلص في 8 ولا لا. ماشي تمام. وكابتن جهاد جريش يجب ان يكون هناك طبعا لازم بيان ورد رسمي يعني. ولازم يعني انا على في الجول دلوقتي عليه. كمان بيقول لك الوداد صعدوا اكتر وبعتوا للاتحاد أيوة المصري. ايوه بعت الكوره للاتحاد المصري معاك. قال لك حقق مع جهاد جريش كمان تخيل يلا اسامه برضه عايز اعرف رايك في كل هذه الاحداث. الحل في ايد اتحاد الكوره. اتحاد الكوره كابتن هاني ابو رده يدعو لاجتماع مجلس اداره لكل اعضاء الاتحاد الكوره والملف يتحط قدامهم ويشوفوا ما هو فيه صالح لمنتخب مصر اولا. الاعضاء اللي هم اللي موجودين مجلس الاداره يعني. كل اعضاء مجلس الاداره اتحاد الكوره مش لجنه يعني. ما تبقاش لجنه، كل اعضاء مجلس اتحاد الكوره ويبحث الامر، ولازم يبقى الامر فيه يعني جديه في الموضوع، يشوف اولا ما هو صالح للكره المصريه ومنتخب مصر لكاس الامم، ثانيا لصالح الانديه، لصالح الانديه برضه. النهارده بص للاثنين في نفس المنظور، منتخب مصر عشان كاس الامم وصالح اجيري واللعيبه اللي هتنضم منتخب مصر وبرضه صالح الانديه. لو اجلت لبعد 8 ده مش في صالح الانديه، ده مش في صالح الانديه. لو انت عايز تشتغل صح للسنه الجايه وما نرجعش نقول تاني واحنا قاعدين ده موسم استثنائي ونعيش على نغمه موسم استثنائي، لازم تخلص الموسم ده بحلو وبمره، سلبياته وايجابياته كله في الفتره دي. انا بقول لك الكلام ده، هو هل النادي الاهلي ضامن انه ياخد الدوري؟ لا طبعا ما حدش ضامن ولا الزمالك ولا اي نادي ضامن ياخد الدوري. اللي هيكسب هياخد الدوري، الفرص كلها. بس انا النهارده بشتغل في موسم استثنائي عايز اخلصه، عايز السنه الجايه بقى زي ما بقول لك اشتغل على نظافه يعني. اشتغل بقى كده على صح، يبقى عندنا نظام، عندنا السنه الجايه لو انت ما اشتغلتش قبل كاس الامم ماتشاتك كلها، السنه الجايه هنرجع برده نفس القصه. حاج عامر اجل لي ماتش، حط لي ماتش، انا مسافر، انا رايح، انا جاي، وتبدا بقى التليفونات تشتغل تاني ونشوف نفس اللي بنشوفه، هو هيبقى نفس الفيلم. بس احنا ايه يعني رجعنا للشير التاني. فهو القرار في ايد اتحاد الكوره وفي ايد الكابتن هاني ابو ريده واعضاء مجلس الاداره كلهم، مش في ايد اللجنه، ما هو صالح للمنتخب في كاس الامم وما هو في صالح الانديه. اتمنى يا رب كل التوفيق خلال الفتره القادمه، وسننتظر ماذا سيحدث من قرارات بعد اجتماع مجلس اداره النادي الاهلي او استكمال اجتماعه اللي كان بدايه من يوم الجمعه السابق، هيتم استكماله يوم السبت القادم ودراسه كل المستجدات وما حدث، وهنشوف بقى مجلس اداره النادي الاهلي هيقول ايه يوم السبت القادم. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا استاذ شريف، شرفتنا ونورتنا. شكرا جزيلا لنقيب النادي الكبير الاستاذ شريف عبد القادر، ايضا شكر دائما لنجمنا الكبير الكابتن اسامه حسني. اشكرك يا اسامه على وجودك معنا النهارده. استاذ شريف ربنا يخليك كابتن اسامه، ربنا يخليك. اشكركم شكرا جزيلا. وبالمناسبه فريق قناه النادي الاهلي وصل لنهائي البطوله، اسمها ايه يا شباب؟ الانتاج الاعلامي؟ قنوات الانتاج الاعلامي بيصل القناه ان تتصل قناه النادي الاهلي الى المباراه النهائيه. الف مبروك وشكرا جزيلا لحضراتكم. هيلعبوا مين صحيح يا سمير؟ انا مش عارف، انا ما اعرفش. القاهره والناس هيلعبوا قناه القاهره والناس. نشوف بقى هيبقى النهائي ونروح نشجع كلنا. اشكركم شكرا جزيلا، وان شاء الله نلتقي قريبا، وكل سنه وحضراتكم طيبين. اشوفكم على خير مره اخرى في ملعب الاهلي، ويظل دائما النادي الاهلي فوق الجميع.